صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جمال. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. بنبدا معاكم حلقتنا، حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طبعا احنا دلوقتي خلاص موسم امتحانات، وكلنا فاكرين كده في وقت من الاوقات كان في طقوس في وقت الامتحانات، وكنا بنستعد بقى وقت الامتحان ده كان ليه استعدادات خاصة، وكان دايما في مواقف بتحصل معانا بقى في الامتحانات. يعني قولوا لنا كده ازاي كنتوا بتستعدوا لموسم الامتحانات، ايه اغرب المواقف اللي تعرضتوا ليها؟ بس قبل ما نشوف مشاركات حضراتكم لازم نروح لمصطفى اساله بقى. انا عيان. عيان ابعد. الف سلامة. لا والله بصي، هو طبعا كان في شلل دايما بتبقى هي يعني مثلا كان في ماده معينه يبقى فيها مثلا حد زي ما بيسموه كده ايه الدحيح. انت كنت الدحيح؟ لا والله انا كنت بتقرب من الدحيح. يعني نروح مثلا حد مثلا معين في الماده الفلانيه فهو بيذاكر او يعمل ملخصات او whatever، فاحنا نروح له هو يشرح لنا. طبعا احنا كنا بناخد دروس وكنا بنعمل وخلافه، بس هو كانت ديك اغرب المواقف الواحد بشكل عام تعرض لها. اكيد كل واحد فيكم عنده مواقف كتير، المواقف دي بتمثل له ذكريات حلوه، المواقف دي يعني بتعتبر كده بالنسبه له زي ما بيقولوا كده بلغه السينما الماستر سين بالنسبه لكل امتحان بيحضر له، بيفتكر فيها اكتر واحد صاحب ليه كان بيذاكر، اكتر واحد دحيح كان بيذاكر. الدحيح ده شخصيه موجوده في كل المراحل العمريه، موجوده في كل فصول السنه، موجوده معك دايما. احكي لنا عن الدحيح، ازاي كنت بتستعد لموسم الامتحانات؟ انت كنت بتعملي ايه يا جمال؟ ازاي كنت بستعد لموسم الامتحانات؟ ايوه انا كنت عامه كنت شاطره، يعني انا كنت في مدرسه كنت شاطره، بس ما كنتش بعرف بقى اعمل اللي انت بتقول، ما كنتش اعرف اعمل المذكرات او الحاجه او الملخصات دي بصراحه. ماما كانت بتعملها لي بصراحه. هو كانت بتعمل لي معسكر في البيت، انا وقت الامتحانات ده معسكر في البيت بقى، سايلنت يعني كله ساكت؟ مفيش لا يعني خلاص كله ساكت، بننام في وقت معين لا يعني ماما كانت صعبه جدا في الموضوع ده. انا والله كان عندي استعداد. اعتقد ان انت كنت طفل يعني منمق كده، ويعني كنت ده انطباعك عني يا جمانة؟ ان انت كنت طفل ولا منمق؟ يعني بص مرتب يعني طبعا. لا بص انا كنت بذاكر وكنت شاطر حقيقي، ده حقيقي، بس على حسب يعني. مش هقول لك حاجه، انا لما درست اعلام، الاعلام ما هوش دراسه قوي على قد ما هو ممارسه زي ما انت عارف. تدريبات واستوديوز، وكنا بنروح صحف كبرى بنتدرب فيها. ده في الجامعه بقى؟ ده في الجامعه بعد. لكن بتكلم في المدرسه بصراحه كانت الدنيا بسيطه، ما كانش عندنا يعني التعقيدات اللي موجوده دلوقتي. الموضوع كان ابسط بكتير واهدى بكتير، وكانت الدنيا معروف. طبعا كانت اصعب مرحله علينا كلنا مرحله الثانويه العامه. اعتقد التعقيدات بالنسبه لنا احنا دلوقتي، بس بالنسبه لهم هم دلوقتي لا، يعني متماشيه مع فكره التكنولوجي والكمبيوتر والانترنت. صحيح. فممكن بالنسبه لنا احنا تبقى صعبه شويه. صحيح. انا كنت في ثانويه عامه في التسعينات، فالتسعينات دي كانت عامله ازاي؟ كانت الدنيا سهله، ما كانش فيها كل اللي احنا بنقوله ده. يعني كانت المواد واضحه، الدنيا واضحه، كانت الحياه واضحه. ولكن عموما كنا بناخد دروس، كنا بنروح بشكل عام نشوف الشاب الاشطر، كنا بنروح بنعمل شلل. يعني ده مثلا في الفيزياء، ده في الكيمياء، ده مش عارف في البيولوجي. كنت تاخد دروس كتير؟ لا مش كتير والله، كان 3-4 يعني. دلوقتي انا بسمع ناس بتاخد دروس في كل حاجه، معرفش الكلام ده بيحصل ليه. لا انا ما كنتش باخد دروس في كل حاجه، لا وماما كانت عامله نظام لطيف جدا بصراحه. لا مش في كل حاجه، كانت دروس في البيت يعني. ما كنتش كنت شاطر بالمناسبه يعني، ما كنتش لا كنت شاطر وكنت ذكي يعني، ما كانش عندي الكميه انا بسمع الايام دي حاجات معرفش الدنيا اتغيرت كده ليه بصراحه. انت كنت ذكي برافو. الدنيا فعلا اتغيرت بجد، الدنيا اتغيرت جدا جدا. لكن عموما كل واحد ليه مواقفه، وكل واحد مش فاكر ولا موقف؟ لا والله ما كانش فيه تجارب اصلا. يعني ما يعني موسم الامتحانات ده كان زي ما بيقولوا كده شد الحزام، كل الواحد يعني الشلل كلها خلاص بتستعد ان ده في الماده الفلانيه فبنروح له، ده في الماده الفلانيه فبنروح، وكل واحد كان متميز في ماده كنا بنروح. بس بشكل عام ما كانش في حد كان بيجي لك؟ طبعا طبعا. انا والله كنت شاطر في العربي مش هكذب عليكي، و كنت شاطر في التاريخ والجغرافيا، دايما كنت بجيب فيهم الارقام النهائيه ما شاء الله من وانا صغير يعني. ده اللي يمكن خلاني احب السياسه، فدي الحاجات اللي كنت بشرحها. كان عندي خريطه العالم، وكان عندي حاجات كتير تاريخيه وكده، وكنت اقرا الهيكل من وانا في ثانوي، فكانت يعني شويه حاجات كده ايه
بتساعدك ان انت تساعد اصحابك. فكل واحد كان ليه اهتمام مشترك، اللي كان شاطر مثلا في البيولوجي دخل طب، اللي كان شاطر في الكيمياء دخل صيدله، فهي بتبقى الدنيا كده. لكن على اي حال هو سؤال يعني او هو موقف كلنا بنمر بيه، ازاي كنت تستعد الموسم الامتحانات، وايه اغرب المواقف اللي انت تعرض لها؟ سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم واللي هنستعرضها في حلقه النهارده ان شاء الله. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لزميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على اخر اخبار الطرق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات. بصباح عليكم مشاهدينا، بنستعرض دلوقتي مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، ومكملة لحد ميدان العباسية اللي بيشهد هو كمان كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل مكملين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة. هنكمل ونروح كوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة، هتبدأ كمان تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية. هنفضل مكملين وماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وفية، وهناك في كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة. وبعد نزلة الكوبري الكثافات هتبتدي تقل بشكل تدريجي وتختفي تماما. نروح لحد باب الشعرية ولحي باب الشعرية، ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. ناخد طريق شارع الجيش وهنكمل وندخل على شارع البنهاوي اللي في أوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة، وهنكمل لحد الآخر علشان نوصل لشارع الدراسة، وهناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد آخر الشارع. نكمل جولتنا في شوارع محافظة الجيزة، بالتحديد من الطريق الدائري اللي قادم من أكتوبر تم غلقه كلياً بمنطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي جاي من اسكندرية وفي اتجاهه للرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وبيتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات واتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن، ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي. كل دي طرق بديلة عن الطريق الدائري القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق اسكندرية الصحراوي، بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا كل التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر، وهناخد بالنا من غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا مأثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات. أما المحور المتجه لأكتوبر فيه سيولة مرورية. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية، وكل ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها مسبقا. كمان ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وكمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتبدأ تزيد طبعا مع الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من أمام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان فيه سيولة مرورية.
نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد من ميدان أحمد جويلي، وهناك بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية والزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وهتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ونروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق اسكندرية الإسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. دي كانت جولتنا المرورية، وناخد بالنا ان في امطار ممكن من 50 لـ60% في بعض المناطق ومن 30 لـ40% في بعض المناطق التانية. كمان في نسبة رياح ممكن تقابلنا على الطرق النهاردة، وشبورة طبعا موجودة على اغلب الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية. نلتزم بالتعليمات المرورية، توصلوا اشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمصطفى جمانة نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا لميا، شكرا جزيلا. النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، ولكن الأول خلينا نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل متابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان في الجيزة. وجه سيادته بتنفيذ مشروع التطوير بمعايير عالمية. كمان امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة هتضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بقمة أولوياتها. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، ووجه سيادته بتنفيذ مشروع التطوير على نحو يضاهي نظيرتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب. وجه الرئيس بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع اللي وردت للموانئ، وكمان سرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة. وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة بتضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة اللي جاية، وإن الحكومة بتواصل العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. امبارح كمان تابع الدكتور مصطفى مدبولي عدد من ملفات عمل وزارة البترول، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وده في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، وإن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وصل لـ 31 ألف مصري حتى الآن. امبارح قررت الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير الجاري، وده لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل لـ60% بالمنافذ والسرادقات التابعة ليها. وما زلنا مستمرين في استعراض أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس لتقرير أكدت فيه أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو $1 مليار، فيما كانت قد سددت نحو $1.5 مليار في نوفمبر اللي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية لـ $2.5 مليار في شهرين. نقلت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول أنه بالرغم من الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من $470 مليون خلال شهر ديسمبر ليسجل
أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أكد أيضا المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار. وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا حوالي 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت يوم أمس. كان منها إطلاق قافلة تضم 25 سيارة محملة بالمواد الغذائية المدعمة في محافظة البحيرة. كان منها أيضا تمويل 37 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك بقيمة بلغت 8 مليون جنيه في محافظة المنوفية. وكان منها تسليم 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات لعدد من المستثمرين في محافظة أسيوط. وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي تم فيها إطلاق واحدة من أكبر القوافل الغذائية تحت شعار معاً ضد الغلاء. القافلة بتضم 25 سيارة بتحتوي على مختلف السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%. في المنيا تم البدء في أعمال الرصف لشوارع مدينة ديرمواس بواقع 10 شوارع وتفرعاتها شمال المدينة ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022-2023. في المنوفية قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك قروض بقيمة 8,579,000 جنيه لتمويل 37 مشروع خلال شهر ديسمبر اللي فات. في الشرقية بدأ التشغيل الفعلي لمحطة مياه الشرب بأبو كبير، واللي أقيمت على مساحة 4.5 فدان بطاقة إنتاجية 40,000 متر مكعب يومياً بتكلفة 555 مليون جنيه بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة لها. في الجيزة أعلن المحافظ اللواء أحمد راشد إن المحافظة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها. في أسيوط سلم المحافظ اللواء عصام سعد 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الجديد بالمنطقة الصناعية عرب العوامر بمركز أبنوب. الوحدات دي مخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيميائية ودوائية، وتم تسليمهم ل 54 مستثمر. في بني سويف تم بدء تشغيل مشروع النقل الجماعي اللي بيوفر 30 أتوبيس لدعم منظومة المواصلات العامة على مستوى مراكز المحافظة. في الإسكندرية أكد المحافظ اللواء محمد الشريف إن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى اللي بتشتغل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال، وقال إنه تم التدخل في 1000 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة العدل واستقبال 1860 بلاغ طفل معرض للخطر. في دمياط نفذت شعبة المسرح التابعة لإدارة تنمية النشأ بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المرحلة الأولى من المسابقة الفنية القومية كنوز مصرية، وتم تقديم مسرحية أهل الكهف على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي الصبح شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار كمان خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في مرسى علم 25 درجة. أقل درجة حرارة هتكون في كاترين و15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.
هنفكر حضراتكم مره تانية بسؤال الحلقه، ازاي كنتوا بتستعدوا الموسم الامتحانات، وقولوا لنا اغرب موقف حصل معاكم في الامتحانات. دلوقتي هنشوف مشاركات، بعض من مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقه. في عبد الرحمن اسامه بيقول: صباح الخير، ذاكرت طول الليل ونمت ساعتين او ثلاثه، وبعدين صحيت وذاكرت وانا ماشي في الشارع، وبعد ما وصلت لقيت كل حاجه ذاكرتها جت ما عدا سؤال واحد تقريبا يعني، فما عرفتوش، والنتيجه جت ولقيت نفسي مقفل في الماده ولحد دلوقتي مش عارف ازاي. لا ده دعاء والدين بقى، ده رزق. ده اكيد. باسم محمد: صباح الخير عليكم، اهم حاجه اني كنت بطبق مش بعرف انام خالص. ده مش صح برضه يا باسم، خلينا صراحه. الاستعداد للامتحانات ملهاش علاقه بيه. انما الاستعداد للامتحانات كنت بسيبها على ربنا وكنت بنجح الحمد لله، عمري ما جبت ملحق في حياتي بدعاء الوالدين. طيب في عبير سالم الغريب بتقول: صباح الخير لجمانة ولميا ومصطفى، كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده، ربنا يجعلها سنه سعيده على بلادنا الحبيبه، ربنا يحفظها حكومه وشعب، صباح الخير عليكي. بتقول: احب اصبح على امي واختي وزوجها، ربنا يحفظهم ليا، اسرتي الصغيره. طبعا كان ايام الامتحان ده كنت بذاكر وبحضر نفسي، لكن ساعات كنت بنسى كل اللي ذاكرته، والحمد لله على كل شيء، واخدت الدبلوم بتاعي الحمد لله على خير. طب الحمد لله. صحيح. محمد أسامة بيقول: أهم حاجة صلتك بربنا في كل وقت والاستعداد الجيد، أنا بذاكر وربنا بيوفقني الحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا محمد. في علاء هارون بيقول: صباح الخير أستاذ جمانة، أنت وأستاذ مصطفى صباح الخير عليك يا علاء. بيقول: كنت كاتب ورقة عشان أغش منها واتمسكت بيها، والأستاذ أخدها مني، ما عرفتش أكتب حاجة خالص، كنت سهران طول الليل بكتب ورقة. طب يعني كنت ذاكرت بس مجهود والله، عمل مجهود برضه. صانع البرشام. تلاقي حاجات بقى، حاجات كده مكتوبه وتحط هنا. رجب احمد: صباح الخير عليكم، اهم حاجه ليله الامتحان صلاه الفجر وبعد كده المذاكره حتى دخول الفصل. يعني في شريف تايجر بيقول: توفير هو الكومنت مش كامل. طيب في احمد فرج بيقول: صباح الخير والسعاده عليكم وعلى احلى برنامج، كنت بستعد قبل الامتحان باسبوع، واغرب المواقف اني كنت بشرب القهوه وانام وانا قاعد، بس الحمد لله نجحت في الهندسه، تحياتي لكم. يعني واضح انت كنت يعني القهوه كانت بتزود تركيزك، بس انت عارف انا واخده بالي من حاجه برضو يا مصطفى مش لطيفه خالص، انه في يعني في واضح ان كان في جزء كبير من الناس بتعمل مجهود عشان تغش. ايوه والله لو اتعمل ربع المجهود ده عشان نذاكر، ايوه تهيالي يعني هنجيب نتيجه احسن. صحيح. فبلاش الغش يعني. صحيح. ما مش حاجه حلوه خالص ده حقيقي. يعني صوفيا ابو هيبه بتقول: صباح الخير على كل اسره برنامج، الحمد لله. ده بيبقى اعلان حاله الطوارئ في البيت، اننا خلاص دخلنا موسم امتحانات والمذاكره، ومره جالي حمى وكان عندي مشكله من موسم الامتحانات، فهي يعني بتتذكر يعني ايه المواقف اللي حصلت لها في هذا الموقف. في رحاب صالح: صباح الخير، صباح الخير عليك يا رحاب، انا استعد للامتحانات واستيقظ من الساعه 7 صباحا للمذاكره لحد الساعه 6 المغرب، بس مش بسهر، ويا رب ما تجيش حاجه كده تحيرني في الامتحان ويكون سهل وبسيط. مره الامتحان جه من مقدمه الكتاب، بس الحمد لله ذاكرتها، او حتى نبذه عن المكتوب فيها، بس كان امتحان لا احد يحسد عليه، اللي هو مذاكره الماده كلها، الامتحان ما بيجيش غير من المقدمه. وربنا يوفقني انا وكل من في الجامعات يا رب، اللهم امين. طب دي انه خلي الناس تذاكر اللي في المقدمه برضه، اقروا عدوا عليه. لا هو يعني هو معظم التعليقات برضو بتدور حوالين كده. السيد يونس احمد من قريه حماده مركز اولاد صقر بيصبح علينا كلنا يعني، وبيقول: كنت بستعد لموسم الامتحانات قبلها باسبوع، وكنت ابدا حل امتحانات السنوات السابقه والمراجعه النهائيه، واتذكر ان كانت ليله امتحان الهندسه ذاكرنا مع الاستاذ التوقعات وراجعنا مع 20 سؤال، قال الامتحان مش هيخرج منهم، ولكن للاسف اتفاجئنا ان ولا سؤال من هذه التوقعات جه في هذا الموضوع. مش كل الاساتذه يعني هم كلهم بيخمنوا يعني. يعني معلش الحظ ما كانش معاك قوي الوقت ده. بالزبط. طيب في كحلاوي فتحي محمد بيقول: صباح الخير عليكم، صباح الخير عليك، بيقول ان هو من اسيوط، صباح الخير عليك وعلى كل اهل اسيوط. بيقول: المذاكره لازم تكون من اول يوم دراسي، واهم حاجه حل امتحانات الاعوام السابقه في جميع المراحل التعليميه، والتوفيق والسداد من الله. اتفق معاك. جايزه افضل تعليق بتذهب لهاني محمد حامد. والآن امتحان الفرقة الرابعة في كلية العلوم، كنت لابس تيشيرت
مكتوب عليه صوديوم بالانجليزي. جه الدكتور المراقب وقال لي انت بتغش وكاتب المنهج على هدومك. المنهج كله صوديوم. هو يعني كان متحمس شويه عشان كان في كليه علوم فكان جايب التيشيرت على نفس الايه. طب على اي حال دي كانت يعني جزء من مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقه، مستنيين مشاركات اكتر عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا، استنونا. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري والدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هيطلق فعاليات دورة جديدة لمعرض صنع في دمياط للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وهيستمر لمدة 11 يوم داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية الساعة 8 بالليل العرض الفني حتشبسوت إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع المباراة الختامية للجولة 11 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها فاركو مع طلائع الجيش. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، في النهاردة أربع مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي ساوثهامبتون مع نوتنغهام فورست الساعة 10:15، وفي نفس التوقيت هيلتقي ويست هام مع ليدز يونايتد، وفي العاشرة مساء هيكون في مباراتين أستون فيلا مع وولفرهامبتون وكريستال بالاس مع توتنهام. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي الصبح شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وفي فرص تانية لأمطار خفيفة كمان إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس، خصوصا ان في امطار ممكن تبقى خفيفه ومتوسطه بتوصل في مناطق من 50 لـ60% ومناطق تانية من 30 لـ40%، وكمان في شبوره وكمان في رياح، فطمنينا حاله الجو عامله ازاي النهارده. احنا طبعا اليوم هيستمر تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فيستمر معانا فرص سقوط الامطار لكن كمياتها اليوم هتكون اقل من امس، خاصه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. فاليوم متوقع استمرار تباشر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، معاها فرص سقوط الامطار ما بين المتوسط والخفيف على السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. المناطق الامطار ايضا تتقدم للمناطق الداخليه زي بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق من خليج السويس ومدن القناه، لكن الامطار في المناطق الداخليه هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. الامطار تكون على فترات متقطعه من اليوم وتختلف شدتها من منطقه لمنطقه. بالاضافه كمان ان احنا اليوم طبعا مستمر معانا انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار وايضا خلال فترات الليل، ويمكن كمان ملحوظ خلال فترات الليل المتاخر وصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء من بارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، الصغرى خلال فترات الليل بتوصل ما بين ال10 وال11 درجه مئويه، لكن فتره النهار بتكون الاجواء لطيفه تماما على اغلب الانحاء خاصه مع سطوع اشعه الشمس. بالاضافه كمان ان احنا طبعا في فرص لتكون الشبوره المائيه الكثيفه احيانا على اغلب الطرق المؤديه من والى محافظات شمال ووسط الصعيد، ده اليوم طبعا.
غدا متوقع ان شاء الله ان فرص الامطار تبدا تنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد وتقل تماما وهتتلاشى من على اغلب مناطق الجمهوريه. فغدا الخميس الامطار هتكون خفيفه فقط على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، باقي المناطق الجمهوريه هيكون طبعا فيها استقرار في الاحوال الجويه مع عوده الشبوره المائيه على اغلب مناطق الجمهوريه خاصه المناطق الشماليه. الشبوره المائيه الكثيفه دي هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق مع تكون الشبوره المائيه، ومهم كمان ان احنا طبعا نرتدي الملابس الشتويه الثقيله خلال فترات الليل المتاخر بسبب الانخفاض في درجات الحراره. نشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 10، اسكندرية 19-15، العالمين الجديدة 19-14، مطروح 19-16، دمياط 20-13، بورسعيد 19-13، الإسماعيلية 20-10، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 19-12، كاترين 15-4، طابة 21-12، حلايب 23-16، شلاتين 24-15، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 24-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 20-9، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 19-8، سوهاج 21-8، قنا 20-8، الأقصر 22-6، وأخيرا أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 9. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. كمان توصيات هيئة الأرصاد إنه في رياح في بعض الأماكن، كمان في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والساحلية والصحراوية المختلفة، ناخد بالنا. كمان في أمطار ممكن تبقى خفيفة ممكن تبقى متوسطة، نبعد عن أي تجمعات مائية أو أعمدة إنارة، وناخد بالنا من التعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. أشكرك يا لمي، شكرا جزيلا. شكرا لك. محافظة الشرقية بتشهد تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية لأطفال من ذوي الهمم في مراكز الشباب، ده في إطار مبادرة اسمها نتوحد من أجلهم. هذه المبادرة بتستهدف تدريب وتنمية المواهب عند هؤلاء الأطفال من ذوي الهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية. محافظة الشرقية بتشهد تنفيذ فعاليات تدريب أطفال التوحد بمراكز الشباب تحت شعار نتوحد من أجلهم، وذلك ضمن الاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل، ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة. فعاليات نتوحد من أجلهم شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات من مراكز الشباب، وبيتم تدريبهم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية. أيضاً تستهدف المبادرة العمل على شغل أوقات فراغ الشباب بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع خاصة ذوي الهمم من خلال دمج في المجتمع وبث روح المنافسة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية. وتتضمن الفعاليات برنامج الرعاية الصحية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الذهنية تحت شعار كلنا معاك، بهدف رفع وعي المواطنين مع أهمية الكشف المبكر عن مسببات الإعاقات وإتاحة الخدمات الصحية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ده بجانب تقديم أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي. وعشان نتعرف على التفاصيل أكتر عن مبادرة تتوحد من أجلهم، معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية عشان تعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. خلينا في البداية نتعرف من حضرتك على ما تشتمل عليه مبادرة نتوحد من أجلهم من فعاليات وأنشطة بمحافظة الشرقية. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. في البدايه بس اعرض اوضح لحضرتك ان عندنا نتوحد من اجلهم ده مشروع
بنستمده من الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه بقياده الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب. احنا كمحافظه الشرقيه عندنا كان في اي محافظه بيبقى فيها مركز واحد على مستوى المحافظه. طبعا من خلال نجاحنا في هذا العمل اصبح لدينا مركزين تدريبيين، واحد في مدينه الزقازيق بمركز شباب ناصر وواحد ثاني في مدينه مركز شباب ديار بنجم بمدينه ديار بنجم. طبعا احنا الغرض من نتوحد من قدام هو ان احنا ذوي الهمم او ذوي القادرون باختلاف ان هم بنأهلهم ان هم ازاي يتعاملوا مع الاخرين وازاي يمارس النشاط الرياضي وازاي يبقى هو عضو فعال في المجتمع ويقدر يتعامل مع المجتمع المحيط بيه. بنهتم بمجموعه النواحي سواء كانت رياضيه او نواحي فنيه او نواحي اجتماعيه خاصه بالمجتمع ان هو يقدر ان هو الشيء الاهم ان احنا عمليه اندماجهم بالمجتمع وان هو يبقى فعال في المجتمع. وكمان بنرفع على الحاله المعنويه للاسره اللي هي اللي بيوجد لديها ابن قادرهم باختلاف. ايوه. طب كلمنا يا فندم عن حجم المشاركه كان عامل ازاي؟ الاقبال من الناس، الانطباعات كمان عند اهل محافظه الشرقيه. والله الحمد لله احنا الانطباع عندنا جيد برضه، لازم دايما بنشيد بدور وزاره الشباب والرياضه، لازم يشيد بدور محافظه الشرقيه السيد الدكتور ممدوح اللي بصراحه ادانا بالدعم المادي والمعنوي كمان ان احنا نقدر نتعامل معاهم، سواء بقى يعني العام الماضي قدم لنا 300 شنطه هديه فيها ملابس رياضيه لذوي الهمم القادرين باختلاف على مستوى المحافظه. بنهتم بذوي القدرات من خلال الانديه ومراكز الشباب، عاملين خطه طموحه، خدنا 5% من الخطه اللي بتوضع في كل مركز شباب وضعناها لذوي الهمم. طبعا من خلال الاسره ان احنا بنحيي الاسر اللي هي بتبذل مجهود معانا ان هم بيجيبوا اولادهم عندنا في مراكز الشباب والانديه تبع المحافظه الشرقيه. طبعا بيلاقوا المجهود اللي بيتبذل معاهم، فبالتالي هم يعني بقوا يعني اصدقاء على طول، اسرهم موجودين متواجدين معانا في مراكز الشباب والانديه، بيمارسوا كمان ايضا انشطه بخلاف الانشطه اللي بتقدم لابنائهم. في كمان احنا الموضوع اختلف وليس ممارسه نشاط رياضي فقط، ولكن من خلال البرامج اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه في عندنا مكتب قادرون باختلاف. المكتب دوت يتبع مديرية الشباب والرياضة مباشرة وبالتنسيق مع مكتب معالي وزير الشباب والرياضة. المكتب دوت من خلاله اتعمل 3 مراكز تخاطب داخل المحافظة الشرقية، واحد في مركز شباب بيس وفي واحد في مركز شباب هيهيا وفي واحد بنأهله لسه هنفتتحه في مركز شباب كفر صقر، ده مخصوص بالتخاطب بتأهل لنا بالمدربين ومتخصصين فنيين على اعلى مستوى عشان يتعاملوا مع ابناء التخاطب. طيب دكتور محمود، يعني بشكل عام ايه هي معايير تحديد او اختيار الاماكن ومراكز الشباب اللي مندرجه ضمن المبادره، وايضا هل في شروط معينه لاختيار الشباب والبنات المشاركين في فعاليات هذه المبادره؟ طبعا من خلال احنا بنعمل مشكله نعمل حصر من خلال مديريه التضامن الاجتماعي مع مديريه التربيه والتعليم مع الشباب والرياضه، بنعرف ايه اكثر اماكن بيبقى في موجود فيها الحالات من خلالها تم اختبار. دكتور محمود استاذنك بس لو تقف في مكان شبكه فيه احسن شويه. تمام كده يا فندم؟ تمام كده كده احسن، اتفضل. تمام بقول لحضرتك بيتم التنسيق في المحافظه الشرقيه من خلال مديريه التربيه والتعليم ومديريه التضامن الاجتماعي والمحافظه ومديريه الشباب والرياضه، نعمل حصر بنعرف مين اكثر الاماكن اللي بيبقى فيها قادرون باختلاف، من خلالها بيتم اختيار الاماكن داخل مراكز الشباب. بالنسبه يا فندم لاعمار المشاركين، يعني هل تم وضع سن معين ولا هذا الامر كان متاح لكل الفئات من ذوي الهمم وكل الاعمار؟ هو حضرتك احنا بالنسبه لنا متاح، ولكن السن الفعلي من 8 ل 14 سنه اللي هو نتوحد من اجله. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان في طبعا غير ممارسات النشاط الرياضي في موجود لدينا طبعا اتعمل مسابقات ابداع قادرون باختلاف في العزف وفي الغناء. احنا محافظه الشرقيه الحمد لله شاركنا وكان في مسابقه، عملنا مسابقات داخليه داخل المحافظه الاول وبعد كده تم تصفيتهم من خلال مدربين ومحكمين متخصصين
تم اختيارهم، واتعمل مسابقه على مستوى الجمهوريه من خلال وزاره الشباب والرياضه، وكان على مسرح وزاره الشباب والرياضه، بس احنا لسه منتظرين النتيجه ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه. خلينا مشاهدين الكرام دلوقتي نروح سريعا لموجز الاهم بالانباء بصحبه زميلتنا لمياء حمدي. لمياء. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال كافة البضائع، خروج كافة البضائع التي وردت إلى المواني. واطلع أيضا الرئيس السيسي على ما تم تفعيله من النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. كما اطلع أيضا على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي طلع على التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان. كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وقال المصدر إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 89 جنديا في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا في مطلع الأسبوع، مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به. وأضافت الدفاع الروسية أنه من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف خلافا للحظر المفروض للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في 13 من يناير الجاري. هذا ويناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. أرجى مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن ماكارثي رئيسا للمجلس في سابقة منذ 100 عام. وخلال جولات الاقتراع 3 المتتالية فشل ماكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ أن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي. تعادل أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة معززا من صدارته للدوري، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 35 نقطة في المركز الثالث.
شهد ملعب مرسول بالعاصمة السعودية الرياض حفل تقديم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر السعودي. وفي كلمة له أثناء تقديمه أكد رونالدو على تفضيله لانتقال لنادي النصر على عدد كبير من العروض، مضيفا أن عمله في أوروبا قد انتهى وهو فخور بما قدمه هناك، ولكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة آسيا على حد وصفه. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. رحبوا معنا بالناقد والمؤرخ الفني الأستاذ محمد شوقي للتعليق على هذا الخبر المصري بامتياز. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أنا عايز أبدأ من جملة مهمة جدا. المجلة الأمريكية قالت إن هؤلاء المطربين شكلوا التاريخ وحددوا حياتنا وصنعوا موسيقى شعبية للجماهير. وإحنا بنتكلم هنا عن كوكب الشرق أم كلثوم، بنتكلم عن واحدة يعني يتردد صداها من المحيط إلى الخليج، مفيش حد في العالم العربي ما بيسمعهاش. اكتشفنا إن العالم كله كمان يعلم جيدا من هي كوكب الشرق. تعليقك يا فندم. طبعا هو ده نصر اعلامي وثقافي وفني كبير جدا، ان الغرب يعني يضع كوكب الشرق وسيده الغناء العربي ام كلثوم في قائمه افضل 200 مطرب ومطربه عبر التاريخ. وده بنشوف ان كده ان ام كلثوم ما زالت ولا تزال عايشه مش بس في مصر والوطن العربي. أيوه. وايضا في العالم الغربي، وده سبق ونصر فني كبير جدا طبعا، خاصه لو طرحت حضرتك يعني جمله روح العالم العربي. يعني الجمله دي عجباني جدا جدا في التقرير الخاص بال ان مثلت ام كلثوم على انها روح العالم العربي، وده شيء جميل جدا، لان فعلا ام كلثوم مجرد سماع صوتها بنشعر كل الامه العربيه صحيح. بحنين وشيء جميل جدا بينبض في قلوبنا بصوت ام كلثوم. أستاذ محمد، طبعا يعني بعد التحية واحنا بنتكلم عن اختيار أم كلثوم ضمن أفضل 200 مطرب ومطربة في التاريخ، العربية الوحيدة اللي موجودة في هذه القائمة، وتخطت نجوم كبار جدا الحقيقة، يمكن على سبيل المثال بوب مارلي، أمي واين هاوس، أسماء كبيرة جدا برضو حتى إحنا هنا يمكن في الشرق الأوسط برضو عارفينها. شايف حضرتك انه ليه ام كلثوم استمرت كل هذا الوقت؟ طبعا لا يخفى على الجميع ان ام كلثوم من اطول المطربات اللي يمكن اغانيها كانت بتستمر اكتر من ساعه. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان السيده ام كلثوم ان هذا ليس اول تكريم عالمي للسيده ام كلثوم. ام كلثوم تم تكريمها عالميا. صحيح. خاصه يمكن من فتره، ويمكن الابرز في هذه التكريم هو لما سافرت فرنسا في رحلات المجهود الحربي. أيوة. في نوفمبر 67 افرضت لها صفحه الموند الفرنسيه ملف كامل، وقالت فيه ان كان حفله ام كلثوم احد اهم العروض الفنيه في تاريخ فرنسا، الى جانب ارسال الرئيس الفرنسي شارل دي جول لها برقيه خاصه للسيده ام كلثوم بيقول فيها سمعت صوتك وشعر قلبي بنبض قلبك. وشعر قلبي بنبض شعبك. وطبعا شارل دي جول ده احد القاده الفرنسيين طبعا. اللي كانوا دايما مؤثرين في العالم كله. الى جانب ان اغنيتها الاشهر قصيده الاطلال اختارتها مجله تايم الامريكيه ضمن قائمه افضل 100 اغنيه في القرن العشرين في العالم. يعني ام كلثوم مش اول مره مش ده اول تكريم عالمي لكرامه كتير ايضا. صحيح. بس ليه؟ ايه السبب؟ يعني في اصوات مصريه كتير جدا، يعني فنانين وفنانات اصواتهم كانت قويه واصواتهم حلوه، ليه ام كلثوم؟ ايه اللي كان بيميز ام كلثوم؟ هم قالوا السبب كمان، يعني قالوا السبب لما اختارتها مجله تايم الامريكيه كواحده من ضمن افضل 100 شخصيه مؤثره في العالم في القرن العشرين، وهو ده معيار الاختيار، التأثير في العالم. أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة كبيرة، شأنها شأن المطربات الكبار في العالم كله. أم كلثوم تخطت كل هذا، أصبح لها تأثير قوي. كفاية إن نقول إن أم كلثوم المطربة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي كان بيوحد الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. إلى جانب الوفود
اللي كان بيجي لأم كلثوم في حفلاتها من جميع أنحاء العالم. طبعا مجهودها الحربي وثقافتها الواسعة واحساس العالم كله بأن أم كلثوم ما زالت المطربة الوحيدة أيضا اللي ظلت تغني وعمرها تجاوز 75 سنة بدون ميكروفون ولساعات طويلة. صحيح. أمام بدون ميكروفون، الميكروفون كانت معلقة بدون ميكروفون أمامي مباشر. صحيح. وهي تجاوزت 75 سنة. صحيح. يمكن كمان احنا شايفين على الشاشه يا فندم دلوقتي صوره الرانكينج او يعني موجوده هي معانا على الشاشه، وزي ما حضرتك قلت من اقوى الاصوات ومن اكثر الاصوات كمان تاثيرا. كمان اتعملت دراسات على صوت ام كلثوم. يعني في كاتبه فرنسيه اسمها ميشيل ديمون عملت دراسه رساله دكتوراه عن صوت ام كلثوم ومنحت الدكتوراه من جامعه السوربون ونشرت هذه الرساله في كتاب عليه غلاف ام كلثوم سنه 1991. ايوه. الى جانب انتاج التلفزيون الفرنسي لها في منتصف الثمانينات فيلم وثائقي عن ام كلثوم وتاثيرها في العالم وليس في العالم العربي فقط. صحيح. وايضا التلفزيون الامريكي انتج لها فيلم وثائقي عام 1991 بيتكلم عن ام كلثوم مسيره وصوت واهميته بالنسبه للعالم العربي وبالنسبه للعالم ككل. صحيح. يعني ام كلثوم مش دي اول مره تكون صوره ام كلثوم في العالم الغربي كله، لا ده ام كلثوم من زمان وهي منتشره وتم تقييمها تقييم يليق بمكانه وعظمه ام كلثوم. تمام. طيب استاذ محمد، انا هعتبر كل ده احنا بنوع نعمل نوع من انواع الاستهلال، ولكن ازاي ابني على ده؟ يعني انا عندي هديه ربنا ادهاني ان هو حط لي مطرب من عندي من قوه النعمه ضمن 200 مطرب، انا ازاي ابني سياحيا وتربويا وثقافيا واعلاميا على خبر مؤثر زي ده؟ تتمنى ايه انه يحصل؟ طبعا سؤال جميل جدا والله، فعلا في يعني من الاسئله اللي فعلا بنتبناها فعلا، لان فعلا هذا الخبر ما يعديش مرور الكرام مفروض. واتمنى ان وسائل الاعلام كلها المسموعه والمقروءه والمرئيه تهتم بها اكثر من ذلك بكثير، بس ما نخاطبش نفسنا، نخاطب الخارج يعني ما نكلمش. بالضبط. ايوه. وكمان يبقى وزاره الثقافه والاوبرا ومعهد الموسيقى كل المهتمين بالفن يكون في اقامه احتفالات كبيره بهذا الحدث الكبير جدا، لان في الخارج اي اسم من الاسماء ال 200 دول بيعملين لهم يعني احتفالات رهيبه، لان مجرد وجودهم في هذا الاستفتاء هو يعني طبق فني كبير جدا لم يحدث من قبل. فاحنا المفروض نستغل هذا الخبر في فعلا في زي ما حضرتك قلت في التسويق السياحي والفني والثقافي والاعلامي من خلال الوزارات المعنيه بذلك، عشان احنا مش كل مره او مش كل يوم هنبقى نشوف حاجه مهمه قوي ومشرفه بهذه الدرجه. وام كلثوم وما كانتش ام كلثوم تشرف مصر، مين اللي هيشرف مصر؟ لان ام كلثوم مش بس مصر، ده الوطن العربي كله، وهي المطربه العربيه الوحيده اللي اسمها في صحيح. في 200 شخصيه. صحيح. مؤثره في عبر التاريخ. صحيح. بكل تاكيد طبعا. يعني الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي، طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر لكل هذه الايضاحات. ويمكن زي ما حضرتك قلت يا فندم، الحقيقه يمكن الموهبه مهمه جدا طبعا بكل المقاييس، لكن اعتقد وفي وجهه نظري المتواضعه انه الفنان لازم يكون مؤهل للتعامل مع الجماهير، وان هو يكون عارف انه بيتعامل وانه بيكون واجهه لبلده، ويبقى عارف عنده السيكولوجية والطريقة اللي يعرف يكون وجهة مشرفة لبلده. الموهبة فقط مش كفاية، واحنا بنتكلم عن أهم مميزات أم كلثوم، هي فكرة أنها كانت مؤثرة من خلال إيه؟ من خلال فنها ثم مواقفها. فأتمنى أن احنا في الفترة اللي جاية يبقى عندنا نماذج كتير جدا جدا، لأن احنا يعني مصر حافلة الحقيقة. صحيح. بالمواهب يا مصطفى. صحيح صحيح. خلينا نروح سريعا، واحنا اطفال كانت الطريقه الوحيده اللي بتسهل علينا المناهج هي تحويلها لاغاني او تخيل شخصيات القصه والتاريخ. ده بالظبط اللي هيتم تطبيقه فيما يعرف بمسرحه المناهج. مسرحه المناهج ده موضوع كبير هيتم بالتوازي مع عوده المسرح المدرسي وبرامج الاهتمام بالموهوبين اللي هيكلمنا عنها اكتر الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. صباح الخير استاذ محمد.
استاذ محمد صباح الخير مره ثانيه، حضرتك سامعني؟ طيب يعني حتى ياتي الاستاذ محمد، احنا بنتكلم في موضوع كويس اللي هو مصلحه المناهج، ان احنا هنخلي المناهج بتاعتنا يتم تلحينها. كان عمرو مصطفى عمل حاجه كده، منهج الكيمياء باين او منهج الاحياء، الفكره حلوه هتعلم الناس بسرعه. احنا كشباب واحنا صغيرين كنا بنعملها برضو. عملتيها قبل كده؟ عملتها طبعا كتير، كنت نشيطه جدا في موضوع مسرح المدرسه ده. لا بس هي فعلا فكره حلوه، يمكن على مدار الفتره اللي فاتت كنا بنشوف انه احيانا في الدروس المدرسين بيتجهوا للموسيقى عشان يقدروا يوصلوا المناهج بتاعتهم، لكن انا اعتقد انها ما كانتش بالشكل بصراحه اللائق كفايه يعني ان هي توصل صحيح. مناهج بالشكل ده. لكن دلوقتي خلينا قبل ما نعرف ايه اخر اخبار الرياضه كمان رجع لنا دلوقتي الاستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافه الطفل عشان نتكلم معاه عن فكره مسرحه المناهج. بنصبح على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو تعرفنا وتعرف الساده المشاهدين اكتر على مسرحه المناهج، ايه هي، ازاي ممكن تطبق؟ والله هي يعني الاول صباح الخير على حضراتكم. هو في طبعا طفره جيده جدا وتوجه مهم من كل المسؤولين في الدوله وعلى راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالطفل وبقضاياه والبحث عن كل شيء ممكن يوصلنا الى شيء جميل بالنسبه للاطفال. مسرحه المناهج، وانا كنت معلم سابق، هي ميثودولوجي يعني وسيله من الوسائل المهمة جدا التي يستطيع أن يمتلكها المعلم لكي يوصل الدرس بشكل لطيف ومحبب ومخفف وفي الوقت نفسه بتركيز عالي إلى التلميذ اللي هو موجود عنده في الفصل. وزي ما حضراتكم قلتوا أنه مسرحة المناهج فقط ليست في شكل مسرحي، ولكن هي تحويل كل المناهج اللي موجود عندنا أو بعض المناهج إلى أشكال فنية. أي. هذه الأشكال الفنية من الممكن أن تساعد الأطفال في الوصول بالمعلومة من أكثر طريق. حضراتكم قلتوا طريقتين وهي الأغنية. أيها الأغنية من الوسائل المهمة اللي أنا أستطيع أن أوصل بها منهج ما لي سن ما. أيضا الشكل المسرحي اللي احنا عارفينه اللي هو المسرحية اللي هي بالشخصيات وبالحبكة وبالصراع وبالدراما اللي موجودة أيضا وسيلة من الوسائل. ايضا الستريت كرتون اللي هي السيناريو المصور ايضا بيعتبر وسيله من الوسائل المهمه جدا لتوصيل المنهج بشكل افضل. وكان زمان حضراتكم المناهج يعني بتبقى صماعة عباره عن باسج كده قطعه طويله، دلوقتي لا، المناهج دلوقتي لو بصينا عليها هتلاقيها معموله بطريقه الستريت كرتون اللي هي اللي انتوا الناس بتسميها الكوميكس او اشكال ميكي. ايضا في اللي هو الحواريات البسيطه اللي هي مش بالشكل الكبير اللي المعلم يقدر يطلع اثنين من التلامذه او ثلاثه يقدروا يعملوا الحوار جوه الفصل. اذا احنا ممكن نبدا من شكل بسيط جدا جوه الفصل الى شكل اكثر رقيا واحترافا اللي هو الشكل بقى المسرحي اللي هو هيتم التعامل بيه. وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع وزاره الثقافه والشركه المتحده وآخرون طبعا هيشتغلوا في هذا المشروع بشكل جيد علشان يوصل لأطفالنا في كل مكان طبعا، وبالتعاون مع أعتقد قناة مدرستنا، فهيبقى كل المجموعة دي هيشتغلوا مع بعض عشان يوصلوا بالسياق ده. طب يعني الخطوات إيه؟ يعني هل عندنا جدول زمني؟ هل هننزل؟ هل الموضوع ده هيبقى في العاصمة بس كحال مشروعات كتير، ولا هيمتد لباقي محافظات الوطن المصري؟ يعني اللي بيشاهدنا هيبقى برضو يعني عايز يستمتع وعايز يشوف المناهج دي ازاي بتتمسرح وازاي بتتغنى وكده. اسمح لي اقول لحضرتك، ممكن نقف في مكان في الشبكه يا استاذ محمد؟ اسمح لي اقول لحضرتك ان المسرح المدرسي موجود في كل المدارس وفي كل الادارات، ولكن محتاج دفعه كبيره خلاص مثل اللي حضرتك بتقول عليه ده، بمعنى ان احنا عندنا مسرح مدرسي وانا بعمل مسرحيات وبعمل مسرحه مناهج بشكل بسيط. دلوقتي هنا تطوير اداء ما هو موجود على الارض، يعني كل الناس عارفه ان حتى في مسابقات في الادارات التعليميه
لأنواع متعددة من المسارح زي المونودراما، زي المسرحية الكبيرة، زي مسرحة المناهج. هي كل ما في الأمر أو الجديد في الأمر أن هناك اهتمام من جهات كثيرة ومختلفة ستضيف في الحقيقة إلى طموح وزارة التربية والتعليم بأن في وزارة الثقافة وأن في شركة كبيرة بتقف مع الموضوع ده. هيبقى الموضوع مش مجرد موضوع تسابقي. وأنا شخصيا كنت بأحلم أن ما يبقاش حتى ما يتم من تسابق داخل وزارة التربية والتعليم أن الأمر يقف عند المسرح على اعتبار أن هو مسابقة. لا، ده كنت بحلم أن هذه المسرحيات يتم عرضها طوال العام وفي الأجازات المدرسية أيام الخميس والجمعة. وأعتقد أن ده الأمر هيكون مطروح بشكل أو بآخر بإذن الله. إحنا في وزارة الثقافة عندنا طبعا مشروع ممتد لمسرح الطفل اللي هو بيوصل للمسرح المدرسي. في المركز القومي لمسرح الطفل إحنا شغالين على ثلاث حاجات. أول حاجة إن إحنا في عندنا سلسلة لمسرح الطفل وهيطلع منها مسرحية قريب للكاتب الكبير محمد أبو العلا السلموني اسمها التاريخ يقول، وهي عبارة عن مسرحة لتاريخ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وهتصدر إن شاء الله في السلسلة. أيضا كلفت بعض الزملاء إن هم يبصوا على مناهج الرياض علشان يتحول إلى شكل من أشكال الأراجوز. الأراجوز طبعا من أكثر الأشكال المحببة بالنسبة للأطفال. الله عليك. وإن شاء الله هيشتغلوا على ده. وبيجهز إحنا بنجهز حوالي أربع نمر لأربع قصص موجودين في كي جي وان، وإن شاء الله نطرحهم برضه. أيضا إحنا بنعمل حاجة اسمها القصة الرقمية. القصة الرقمية هي تحويل الكتب إلى قصص متحركة، صحيح، بالصور المتحركة، صحيح، بإضافة، صحيح، بعض الواقع المعزز عليه. صحيح. على أي حال يعني هي فكرة حلوة لازم نبني عليها، نتمنى نشوف إنتاجات قريبة. بنشكر الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. فكرة حلوة جدا الحقيقة، لكن يعني أتمنى ليها رجاء في الموضوع تحديدا، خاصة المدارس اللي هتتبنى طريقة التدريس دي، حاولوا تختاروا الطلاب اللي عندهم مشاكل أسرية، اللي عندهم الانطوائيين، اللي ما عندهمش صحاب، اللي بيخافوا أو اللي بيكسفوا إن هم يتعاملوا مع الناس. يعني بتضرب عصفورين بحجر. بالضبط، يعني كده أنت بتكلم هنا على الجانب التربوي وأيضا المستوى الدراسي، خليهم أكتر يتعاملوا ويتفاعلوا عشان نقدر إن احنا نخرجهم المجتمع، يبقى عندهم القدرة ان هم يندمجوا مع المجتمع طبعا، أكثر كمان ذوي أكثر طبعا بكل تاكيد. امبارح كان في تصريحات لمصدر مصرفي مسؤول اكد فيها ان مصر سددت مديونيه خارجيه خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمه بلغت مليار دولار. في نوفمبر اللي قبله كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار. يعني بشكل عام اجمالي سداد الالتزامات الخارجيه لمصر بلغ 2.5 مليار دولار في شهرين. ورغم كده الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكتر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكتر من 34 مليار دولار، وده أعلى مستوى منذ شهر مايو 2022. خلونا نعرف قبل ما نروح لمحمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري، نأكد مرة تانية هذه التصريحات اللي قالها مصدر مصرفي مسؤول وأكد فيها أن مصر سددت مديونية خارجية خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمة بلغت مليار دولار. بنقول مرة تانية، نوفمبر اللي قبله مصر سددت 1.5 مليار دولار، يعني إجمالي سداد التزاماتنا الخارجية بلغ 2.5 مليار دولار في شهرين. ورغم كده الاحتياطي من النقد الأجنبي في بنوكنا الوطنية زاد بأكتر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكتر من 34 مليار دولار، وده أعلى مستوى لمصر منذ شهر مايو 2022. طيب هنتكلم عن تفاصيل هذا الخبر، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم قبل الفاصل أنه امبارح كان في تصريحات لمصدر مصرفي مسؤول أكد فيها أن مصر سددت مديونية خارجية خلال شهر ديسمبر اللي فات بقيمة مليار دولار، وفي نوفمبر اللي قبله سددت 1.5 مليار دولار، يعني إجمالي سداد الالتزامات الخارجية حوالي 2.5 مليار دولار في شهرين.
ورغم كده كمان الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكتر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر عشان يسجل أكتر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لي منذ مايو 2022. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر من الأستاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني كيف ترى هذا الخبر؟ كيف ترى قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية وسداد التزامات خارجية بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار في شهرين؟ طيب أهلا بحضرتك والساده المشاهدين، أهلا بحضرتكم. مع بعض أستاذ محمد؟ إنه أنا مع حضرتك يا فندم. اتفضل. بيقولوا أول حاجة إنه إحنا عندنا تدفقات نقد أجنبي بتتزايد، مصادر تدفقات النقد الأجنبي لمصر خمسة مصادر، هم أول حاجة الصادرات المصرية، ثاني حاجة تحولات المصريين العاملين في الخارج، ثالث حاجة السياحة، رابع حاجة قناة السويس، وخامس حاجة الاستثمار الأجنبي المباشر. التدفقات الخمسة بترتفع على الرغم من إنه إحنا بنشهد زي ما حضرتك عارفة عالم مضطرب للغاية، التدفقات في دول العالم النامية كلها أكتر من اللي داخلة، وده وضعنا بالظبط، لكن في نفس الوقت ما زال عندنا تدفقات بتزيد، وده بيعادل تأثير الأزمة شوية. في نفس الوقت بمجرد لما التدفقات اللي خارجة اللي هي بتاعت الأموال الساخنة أو الاستثمارات غير مباشرة هتبدأ تقل، هيبدأ الاحتياط النقدي يرتفع بشكل أكبر. اللي خلى الاحتياط النقدي يرتفع في نفس الوقت اللي سددنا فيه الديون زي ما قلت لحضرتك كده، من جانب أولاً ارتفاع المصادر الخمسة، وتاني حاجة الصفقة اللي عقدتها مصر مع صندوق النقد الدولي علشان يبدأ يدخل صفقات نقدية تزيد من قدرة مصر على يعني رفع احتياطها النقدي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، الخبرين مع بعض بيشيروا إلى معلومة مهمة جدا، هي استمرار مصر في سداد مديونيتها الخارجية والتزاماتها الخارجية في كل الظروف. مصر عمرها ما تعثرت في أي وقت من أوقات تاريخها، في تاريخها كله عمرها ما تعثرت عن سداد قرض واحد، رغم أنه أحيانا كتير جدا بيبقى عندنا ضغوط على ميزان المدفوعات، إلا أن مصر ملتزمة طول الوقت بسداد مديونيتها، وده على عكس ما كان عدد كبير جدا من المؤسسات بتقول يعني أن مصر قد تتعثر. امبارح اول امبارح كان عند رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، كان عندها لقاء تلفزيوني وقالت، صرحت فيه تصريحات بانه الدول المتوقع ان هي يحصل لها تعثر او اللي متخاف ان يحصل لها تعثر ست دول، ليس من بينهم مصر على الاطلاق، ما فيش دولة عربية من بينهم غير لبنان بس. وده يأكد على معلومة إنه مصر يعني مستمرة في يعني أداء مديونيتها. مفهوم سيد محمد. طيب دكتور محمد، كان في برضو تابعنا مع دكتور مصطفى مدبولي إن كان في إفراجات لواردات كتيرة جدا في الموانئ المصرية، وربما ده بيحتاج لتدبير عملة صعبة. إزاي الدولة المصرية نجحت في توفير هذه الموارد الدولارية خلال هذه الفترة القصيرة؟ طيب هو مصر عموما يعني ما كانش عندها نقص في العملة الصعبة بقدر ما كان عندها تحوط من الأزمة. يعني إيه؟ الوضع إن أنا معايا احتياط نقدي زي ما حضراتكم قلتوا دلوقتي كان عندي 32 مليار دولار، كل الموجود في المواني من الصادرات من الواردات المصرية خلال الست شهور اللي فاتوا يبلغ 12 مليار دولار، ده معناه إن مصر كانت قادرة إن هي تدفع التزاماتها. لكن إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إنه مصر بتشهد عدم يقين تام في الاقتصاد العالمي، مش متوقعة إيه اللي ممكن يحصل في الاقتصاد العالمي، وبالتالي زي أي رب أسرة بيتعرض لأزمة بيحاول يأجل الالتزامات اللي مش مطلوبه قوي او اللي مش ملحه قوي. ده كان وضع مصر بالظبط، حاولت بقدر الامكان تقلل تسرب النقد الاجنبي للخارج علشان تشوف اكتر وقت ممكن تقدر تكمل بيه بالاحتياطاتها النقديه. ومجرد لما الاقتصاد العالمي بدات احواله تواتي بدا يحصل انخفاضات على اسعار السلع العالميه من ناحيه، في نفس الوقت مصر قدرت يعني تحقق استقرار في التدفقات اللي داخله للخارج، ومن الجانب الثاني قدرت تعقد صفقه مع صندوق النقد الدولي قيمتها 14 مليار دولار، بالتالي مصر بدات تفرج عن هذه البضائع اللي قيمتها كلها 12 مليار دولار في اقصى احوالها، وبالتالي اللي فاقد او اللي داخل من خلال ست شهور اللي فاتوا مصر تستطيع تعوضه بسهوله جدا عن طريق جزء من الصفقه بتاعت الصندوق المباشره اللي عقدتها، بالاضافه بقى لان الصفقه بتاعت الصندوق هتوفر لمصر كمان كميات من النقد الاجنبي عن طريق الشهاده اللي بيمنحها الصندوق للاداره، يعني ان هي قادره تكمل تسدد التزاماتها من ناحيه، والناحيه الثانيه ان هي مستمره في برنامج الاصلاح الاقتصادي. وبالتالي الازمه ما كانتش ان ما فيش نقد اجنبي، الازمه كانت ان الاداره بتتحوط
نظرا لان احنا عندنا احتياجات ضخمه جدا من الغذاء والطاقه بنشتريها من الخارج، وبالتالي كان لازم نتحوط في ظل عدم اليقين العالمي ده. الاول امن اكلي وشربي واحتياجاتي الاساسيه اللي الدوله ما تقدرش تمشي من غيرها، وبعدين اذا استقرت الاوضاع، اذا قدرت احقق الهدف ده، والحمد لله هو اتحقق وبسهوله اهوت الحمد لله، نبدا الاغراض اللي منها اغراض صحيح مهمه جدا ومحوريه جدا للاقتصاد وللصناعه والتجاره، لكن ليست اهم من الاكل والشرب بتاع المصريين. وبالتالي ده كان نهج الاداره في ان هي توازن ما بين الضغوط الخارجيه وعدم اليقين المنتشر في العالم، وبنفس الوقت تحاول توفر امان الاقتصاد المصري. عشان كده الاداره بقى من ناحيه ثانيه نجحت في ان هي كل الاصناف متوفره في السوق، الاكل كله موجود، بالذات انا بتكلم على الاكل، يعني الطاقه كلها موجوده، ما رحناش بنزينات لقينا فيها انخفاض في الطاقه او لقينا ازمه طاقه، وده بسبب الموازنه اللي بقول لحضرتك عليها دي. وبالتالي قدرنا نحقق الهدفين، الهدف الاول ان احنا نحقق استقرار في الاقتصاد المصري ما يعملوش صدمه، وفي نفس الوقت دلوقتي بعد لما الدنيا بدات تواتي بدانا ندخل الحاجات اللي خارجه، صحيح عمل هزه في السوق شويه، صحيح عمل في ارتفاع الاسعار شويه، بس المفروض بقى انه مع دخول هذه المنتجات نبدا نشوف تراخي في الاتجاه العكسي. طيب استاذ محمد، لسه مستمرين في استضاح يعني كل ما ورد في هذا التصريح نقطه نقطه الحقيقه، خلينا نتكلم عن النقطه اللي تحدثت عن انه الاحتياطي الاجنبي بيغطي حوالي 5.5 شهور واردات خارجيه، وده اعلى من المقاييس العالميه. شايف حضرتك انه ده مؤشر على تامين كل احتياجات مصر من الواردات الخارجيه، خاصه طبعا لو هنتكلم عن مدخلات الانتاج والسلع الاساسيه؟ طيب هو اصلا قد ايه المتوسط العالمي بتاع الاحتياطيات؟ المتوسط العالمي الناس بتقول، المؤسسات الدوليه بتقول، بالذات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيقولوا انه اذا الدوله قدرت توفر احتياطي نقدي يشتري 3 أشهر من السلع من احتياجاتها الاستراتيجيه، يبقى هي كده عندها امان. 3 أشهر دول يعني ربع سنه، يبقى انا كده وانا النهارده واقف عندي ربع سنه كامله من احتياطياتي انا ضامنها. اللي حاصل بقى ان مصر عندها 5 أشهر، والاحتياطي بتاعنا عمره ما انخفض عن في اي وقت من الاوقات عن 4 أشهر في اسوء احواله. صحيح. يعني اسوء لما انخفض، وفي نفس الوقت كمان لما السلع العالميه كانت عاليه، لانه احنا بنحدد بقى في ضوء المده، بنحددها في ضوء المقدار الموجود وثمن اللي بنشتريه، وبالتالي في اي وقت من الاوقات ما نزلش عن 4 أشهر في ظل الازمه لما كان اسعار القمح وصلت لاقصى مستوياتها عند اكثر من 400 دولار للطن، وفي نفس الوقت كمان البترول وصل لاكثر من 120 دولار للبرميل. ده يأكد على حاجتين، اول حاجه انه الجزء الأسوأ من الازمه قرب ينتهي. صحيح. احنا خلاص دلوقتي احنا اخذنا الصدمه وبنحاول نتكيف معاها. بالظبط. بنتكيف معاها مع اثرها دلوقتي. أيه. والجاي ان شاء الله احسن. ان شاء الله الجاي احسن، وبلغه الارقام اللي جاي احسن. بنشكرك استاذ محمد شادي الباحث الاقتصادي في مركز المصري للفكر والدراسات على هذه الرؤيه وهذا التحليل، شكرا جزيلا يا فندم. طيب نروح لموضوع اخر، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه، خلاص موسم الامتحانات، وقبل اي امتحانات بنلاقي البيوت فيها حاله طوارئ، الطلاب عندهم ضغط نفسي وتركيزهم مش في افضل حالاته، وده بسبب انه للاسف بعض اولياء الامور ما عندهمش خطه واضحه لتاهيل الاولاد لموسم الامتحانات، كل بيعملوه ضغط نفسي وتوتر، والبيت يتقلب معسكر، تبقى هي دي خطه الاستعداد للامتحانات. عشان كده احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نقدر ناهل الطالب للمذاكره بشكل كويس بدون ضغط دون توتر قبل الامتحانات، مع ضيفتنا مريم الشافعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي. صباح الخير على حضرتك، نورانا. صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير يا مصر. طيب هدخل في الموضوع على طول. اكيد. ازاي نقدر ان احنا ناهل اولادنا ان هم او نخليهم مستعدين لموسم الامتحانات، ايا كانت بقى الامتحانات، ابتدائيه، اعداديه، ثانويه، جامعات، اي مكان بقى. الحقيقه بصراحه انه اللي قلته ده صح جدا، احنا بنحول البيت لحاله من التوتر والزعيق والهستيريا كده طول الوقت، احنا بنزعق وبس. ادخلوا اوضكم، ما تقوموش من مكاتبكم، ما حدش يطلع من الاوضه. طب انا ذاكرت مثلا ساعه، عايز مفيش خروج، اطلع، مفيش موبايلات، مفيش اي حاجه، كل حاجه بتتسحب فجاه. فاحنا دلوقتي مش هنتكلم على من بدري شويه كنا هنستعد ازاي، احنا اوريدي بدانا امتحانات، فهنقول شكل البيت محتاجينه يكون ازاي، الخطه اللي بابا وماما هيعملوها مع الولاد المفروض يكون شكلها ايه. عندنا كده مجموعه نقط. نمره 1، لو سمحتوا الهدوء والتركيز على مدرسه في علم النفس اسمها مدرسه الجيشتالت، اللي هو هنا والان. انا مش هقول بقى لو كنا ذاكرنا من اول الترم كان هيحصل. شكرا. ايه، دي نقطه مهمه جدا. خلصت يا جماعه، لو سمحتوا جدول الامتحان نزل واحنا بكره عندنا امتحان، فلو انا دخلت الولاد في حاله التوتر دي، هو ولا هيفتكر القديم ولا هيفتكر الجديد، وبكره لو دخل بالتوتر ده الامتحان لو مذاكر 70% مش هيفتكر منهم اي حاجه. فاحنا عايزين هدوء لو سمحتوا، تنظيم وقت،
الولاد لازم ياخدوا بريكس في نص المذاكرة. أنا بذاكر 25 دقيقة وباخد 10 دقايق، بذاكر 25 دقيقة وباخد 10 دقايق، بعد ثلاث مواد بالتقسيمة دي باخد نص ساعة. مش أول ما يفتح باب أوضته ويقول أنا خلصت الدرس الفلاني أزعق وأقول له أدخل أوضتك تاني. طب ما هو هيدخل مش هيذاكر حاجة. لا، في جملة شهيرة هي المذاكرة بتخلص. بالضبط، دي كلنا اتربينا على الجملة دي. مهم جدا الولاد يلعبوا رياضه ايام الامتحانات، حتى لو اداء رياضي بسيط في البيت، هيعمل تمارين في البيت، هينزل يتمشى، هياخد العجله حوالين البيت، ده مهم جدا جدا جدا. لانه لما التوتر بيعلى الهرمونز اللي الجسم بيفرزها بتساعد على التوتر بزياده. عايز اتوقف عند النقطه دي، يعملها ازاي وينظمها ازاي وتقنيعي ازاي كل ام وام واب بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم يعملوا حاجه زي كده. ان هو هيقول لك ازاي انا عندي 24 ساعه هو بينام قد كده وبيعمل ياكل قد كده، يبقى الوقت التاني يذاكره، ما احنا برضو حن ايه يعني هنقاوم حنفاصل طبعا صح. فهماني؟ هقول لهم معلومه مهمه، الولاد عندهم انا محتاجه دلوقتي بكره لما يروح الامتحان يعرف يستدعي الامتحان. لو انا اشتغلت على التوتر بس هبقى انا بشتغل على جزء في المخ اسمه المخ العاطفي. المخ العاطفي ده مسؤول عن الطاقه، فهيفرز هرمون ادرينالين بزياده جدا، والولد متوتر هيروح بكره الامتحان مش هيفتكر حاجه من الحاجات اللي هو مذاكرها وهيفتكرها بعد الامتحان. طيب انا محتاجاه يشتغل باني اجزاء في مخه، بالمخ التحليلي والمنطقي اللي متخزنه فيه المعلومات، وهو متوتر المخ ده مش هيطلع معلومات خالص. اقول لك حاجه يا دكتوره، معلش معذره اتفضل. انا بكتب، يعني من هواياتي ان انا بكتب، ما شاء الله. لما اكون بكتب موضوع واقفل منه خالص بوقف تماما، باخد بريك، بروح اعمل قهوه، بروح اعمل حاجه، بعمل تليفون وكمان شويه اشوفه، اوقفله خالص واجي تاني يوم انطلاقا من اللي بقوله ده. النهارده الطالب بيذاكر وعنده نفس المذاكره، هو دماغه قفلت، افكها ازاي؟ وده اللي انا دي النقطه اعتقد ان هي فيصل الموضوع. ازاي افك دماغ الطالب؟ ممكن هو يا جماعه مش بعدد الساعات، هو بالاستيعاب خالص. بالاستيعاب. اتفضل. حقيقه هيقوم يلعب رياضه نص ساعه في اوضته، هينزل يمشي مع اصحابه نص ساعه، هيطلع يقعد يتكلم معاهم في البيت، يطلع يعمل فشار ويرجع يقعد يذاكر تاني. لازم افصله للحاله اللي هيرجع مخه يستقبل فيها معلومات تاني. هو لو لعب ربع ساعه ايروبكس على التليفون كم الطاقه اللي جسمه هيفرزها وهيبقى اهدى ازاي والهرمونز هتتظبط ازاي وهيدخل يقعد يذاكر تاني ربع ساعه دي وهيذاكر احسن. وهيذاكر احسن لو قعد، استيعابه هيبقى افضل. لو قعد معانا في العيله نص ساعه عملنا طبق فشار واتكلمنا مين عنده ايه بكره، خلصنا ايه، هنراجع ازاي، انا فصلته ازاي. لكن انا بفضل اضغط اضغط اضغط، فالولاد بيتخيلوا ان انا طب انا محتاجه اسهر بقى واطبق قبل الامتحان واقعد اشرب حاجات فيها كافيين تخليني اسهر واقعد وقت اكتر. كل ده بيساعد ان الجسم يتحط تحت التوتر اكتر، ونتفاجئ انه يوم الامتحان الصبح الولاد معدتهم بتوجعهم جدا، ايديهم بتترعش، ايديهم بتعرق، كل ده بسبب ان الهرمونز المسؤوله عن التوتر بتفرز بنسبه كبيره جدا في الجسم. يعني هم تبقى مفتحه عادي جدا بس فعلا ما فيش اي قدره على التركيز ولا اي استدعاء لاي معلومه. مش فاكر انا جربتها فانا عارفه جربتها. انا عارفه لازم نهدى ونهدي الولاد. في نقطه مهمه للاباء والامهات، ارجوكم نتائج الولاد في الامتحان مش نتائجنا احنا. انا امتحنت وخلصت واشتغلت، يعني شكلي انا كبابا انه ابني ما جابش 99%، لو سمحت دي رحلته فخليه يتحمل جزء من المسؤوليه بمنتهى الهدوء. جزء من توتري بيبقى شكلي، وازاي انا هقول النتيجه دي قدام الناس اخر السنه، ازاي ما جبتش 95 وابن طنط فلانه جاب 99. طبعا طبعا البرستيج الاجتماعي في الاسره لو سمحتوا طلعوا نفسكم من الصوره دي. طبعا. رحلته هو، ولما يحس ان درجاته تاثرت بشكل ما هو هيعمل بلان مختلفه للترم الجاي. في جزء مهم ان انا محتاجه ادربه ليله الامتحان، لو احنا متوترين بالشكل ده هنقعد نحل اسئله، والسؤال اللي مش هنعرفه مش هنصرخ ونقول ما انت عشان ما ذاكرتش، لا، السؤال اللي مش هنعرفه هنفتح نقرا اجابته عشان يفتكروه في الامتحان. طيب يعني زي ما حضرتك قلتي نبعد عن التوتر ايا كانت هوايته، نسيبه يعملها كل ساعه كده 10 دقايق، ايا كانت موسيقى بقى، رياضه، عايز يتكلم مع اصحابه، اي مكان، عايز يطبخ، يعمل اللي هو عايزه. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للاكلات اللي ممكن تساعد على التركيز، اخبار موضوع ساندوتش الحلاوه ده ايه، حقيقي ولا؟ طيب احنا مش مع خالص ان الولاد ياخدوا نسبه سكريات عاليه، علشان الولاد دي نقطه مهمه،
سكر عالي بالشكل ده المناعة بتقل في أول نص ساعة بعد الوجبة دي، بتقل في الجسم. إحنا في موسم في شتاء الجو متغير، لو الولاد مناعتهم قلت أغلبهم هياخدوا أدوار برد، وندخل في التوتر بتاع إنه عيان وهيروح الامتحان إزاي وهيدخل اللجنة ولا مش هيدخل. فلو سمحتوا إحنا محتاجين نشرب مية كويس جدا، ناكل فواكه، الولد يفطر قبل ما ينزل الصبح اكل طبيعي يا جماعه، مش لازم نسبه سكريات عاليه قوي. صحيح. لا بعمل بيض، بعمل ساندوتش جبنه، بياخد حاجات مفيده بالنسبه له. ايوه مش لازم سكر نسبته عاليه، هياخد السكر من الفاكهه عشان السكر اللي نسبته عاليه بيوقع المناعه. ومش صحيح. من مصلحتنا خالص في كل الاعمار. نقطه اخيره ومهمه جدا وفيصليه، اللوم والعتاب وكثره اللوم والعتاب. احنا حرمنا نفسنا من المصيف عشان ندفع لكم الدروس، احنا ولا مش عارف. الشعارات الرنانة داخل البيوت المصرية يا دكتور، رأيك فيها إيه وتأثيرها النفسي إزاي على الأطفال أو على الطلاب؟ ده الكلام موجه للأب والأم هنا بقى، مش موجه للطلاب. إحنا فعلا نسبة اللوم والعتاب في حياتنا كمصريين عموما عالية، يعني جدا. أنا كأب أو كأم خدت قرار إنه أنا هصرف بالشكل الفلاني عشان أنا محتاج نتيجة معينة، النتيجة دي مش تحصل بكرة. انا مش محتاج احمل ابني نتائج القرار اللي انا اخدته، لان هو لسه بيتعلم وبيقع وبيجرب وبيشوف وبيتعلم من الدرس، مش بكره الولد هيبقى ناضج وعاقل وعارف قيمه اللي بيتعمله، ده قراري. فلو سمحتوا اللوم والعتاب والتوبيخ بالشكل الكبير ده، ده بيعمل ايه؟ بيضعف ثقته في نفسه وبيزود التوتر جدا وبيخليه طول الوقت عايز ينسحب عن مواجهه اي حاجه جديده علشان يتجنب الم انه ممكن ما ينجحش فيها. يعني طبعا تأنيب الضمير طبعا طول طبعاً. الوقت ويخاف يشيل اي مسؤوليه عشان ما يتحملش اي عواقب اي شيء. طبعا ده صعب جدا، مساحه جلد ذات بقى عاليه جدا. انا اللي بوظت حياه بابا وماما لو اختلفوا لما حصل ده، انا اللي ما ساعدتهمش، انا ما بسطتهمش، كل ده جواه مش بيتقال خالص. يعني جلد الذات يزداد عند كثره العتاب. طبعا طبعا، انا مش كفء ومش كافي بالشكل المناسب وما حققت لهمش الحلم والطموح اللي هم عايزينه. يعني احنا طبعا بنحيي حضرتك دكتوره مريم الشافي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي. واعتقد يا دكتور زي ما كنا بنتكلم، مصطفى كان بيقول لحضرتك الاهالي بتصرف فلوس كتير جدا على التعليم والدروس و و عشان مجموع معين عشان يدخلوا الجامعات وما الى ذلك. اعتقد في جانب مهم جدا لازم برضو يركزوا فيه، وهو فكره الجانب السلوكي، ان هم ينموا سلوكيات ولادهم، يحسنوا من الكوميونيكيشن سكيلز، التواصل عندهم، التعامل مع الناس، دي في حد ذاتها كفيله ان هي تفتح لهم ابواب كتيره جدا. على اي حال مشاهدينا، التاسعه صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين. اتفضلي يا لميا. شكرا ليكي جمانة. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي، بالإضافة للاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى المواني. واطلع الرئيس السيسي على ما تم تفعيله للنظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. كما اطلع أيضا على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيرتها العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. وقال المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع على التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان. كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وقال المصدر أنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 460
72 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 89 جنديا في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا في مطلع الأسبوع، مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به. وأضافت الدفاع الروسية أنه من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف خلافا للحظر المفروض للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران الأسلحة العدو. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا في البيت الأبيض في 13 من يناير الجاري. هذا ويناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل غير المشروع في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. أرجأ مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن ماكارثي رئيسا للمجلس في سابقة منذ 100 عام. وخلال جولات الاقتراع الثلاثة المتتالية فشل ماكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ أن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي. تعادل أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة معززا من صدارته للدوري، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 35 نقطة في المركز الثالث. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من سنوات قريبة سمعنا عن مسابقة اسمها ROV، وهي مسابقة الروبوتات اللي بيعملها طلبة من كليات الهندسة. المسابقة دي لقت إقبال كبير جدا من كليات الهندسة حوالين الجامعات المصرية. الجديد الموضوع بيتطور، بقى فيه روبوتات مرنة تحت الماء، وحط تحت مرنة دي 30 خط. الروبوتات ده ابتكار جديد نفذه مجموعة من الأساتذة والباحثين في جامعة النيل. الابتكار ده مشروع مهم جدا، ليه بقى؟ لان هذه الروبوتات المرنه هتخدم البيئه وهيكون ليها اثر تكنولوجي كبير خلال الفتره اللي جايه. ايه حكايه الروبوتات دي؟ يعني خلينا نتعرف اكتر على هذا الموضوع. منورنا النهارده دكتور احمد رضوان نائب رئيس جامعه النيل الاهليه واستاذ كليه الهندسه جامعه القاهره، اهلا بك يا فندم. اهلا بك. ومعانا صامويل يوسف الباحث المساعد بمعمل الروبوتات اللينه في جامعه النيل، اهلا بك يا صامويل. عشان نتعرف معهم على قصة الروبوتات المرنة، أبدأ بيك يا دكتور، إيه الفرق بين الروبوت العادي الثابت والروبوت المرن ببساطة شديدة؟ هو الروبوت العادي هو بيبقى من مواد صلبة وبيبقى حركته محدود، يعني بتبقى ليه في ليميتيشنز أو في قدرات معينة بس بيقدر يعملها، إنما مش بيبقى مرن زي حركة الإيد. يعني لو أنا عايز أعمل حركة زي إيد الإنسان أو عايز أعمل سمكة شبه الحقيقية، عايز أنزلها في وسط السمك عشان ما يحسش إن هو مختلف ويبقى بتتعامل مع السمك كأنها سمكة، بتقدر إن هي مثلا تتعامل مع الشعب المرجانية ما تأذيهاش لأن هي مش صلبة، هي مرنة، هتقدر إن هي تبقى تنفذ وتدخل وتتحرك، أو إن هي نبقى يبقى في حتى كائنات على الأرض. يعني العلم ده موجود من 40 سنة بس هو بدأ إن هو ينشط في آخر 10 سنوات طبعا بفعل الطبيعات الثلاثية الأبعاد الجديدة والتكنولوجيز اللي هي بقت دلوقتي موجودة بشكل كبير وبتتطور يوم عن يوم. وبالتالي في آخر 10 سنوات بدأت تظهر يعني بروتوتايبس أو نماذج أولية من جامعات MIT وستانفورد والجامعات الكبيرة تطلع منتجات أنت تبص عليها تحس أنها سمك حقيقية بس هي في الحقيقة هي روبوت.
تقدر بتعمل كل الحاجة، وبالتالي لو هي اتحطت في الانفايرومنت أو في البيئة العادية هتحاكيها بالشكل الايه الملائم. فدي قصة المشروع نفسه في الحقيقة ده كان حلم ثلاث شباب باحثين، يعني اسمح لي أقول اسمهم، منا حفني ومحمود عبد الله ومصطفى عبد الرحمن. والثلاث شباب دول من 4 سنين كانوا حابوا ان هم يعملوا هذا المشروع ويفكروا ان هم يشتغلوا في هذا العلم اللي ما كانش فيه كتير في مصر بيشتغل فيه. وقدموا كتبوا بروبوزل او مقترح بحثي لأكاديمية البحث العلمي، وطبعا مع الاستعانة القليلة من الأساتذة، بس طبعا معظم المجهود كان حلم ليهم في الحقيقة. والمقترح البحثي ده تم تبنيه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وده طبعا مجهود كبير، وجامعة النيل ساعدت في تنفيذه. وفي خلال الفترة السابقة قدرنا نعمل إنجازات كويسة قوي إن شاء الله هنذكرها. والثلاث شباب دلوقتي دول موجودين في UK بيعملوا دكتوراه بمنح مجانية fully funded من 3 جامعات كبيرة، وبيكملوا في هذا المجال مع أساتذة كبار جدا ما شاء الله. ولما هم كمان بيعملوا انترفيو معاهم كانوا بيقولوا لهم احنا عارفين شغلكم من يعني من ان هو ريدي المجهود ده. شيء طبعا يدعو للفخر. بس دكتور احمد، قبل ما انتقل لسامويل، عايز اعرف من حضرتك فكره الروبوتس اللينه او المرنه دي بالنسبه لنا احنا براءه اختراع ولا كانت موجوده واحنا طورناها؟ لا، هي بالنسبه لنا هي لسه لم تقدم كبراءة اختراع، هي بروتوتايب او نموذج مبدئي اولي، لان احنا لسه لان في كميه هو تشالنجز كتيره، او يعني هو مالتي ديسيبلينري، او هو موضوع بيني يعني في عدد كبير من الموضوعات البحثية، فلسه لم قدمناش كبراءة اختراع. بس هي الفكرة ان هو كنموذج اولي كان بالنسبة يعني انتقلنا من فكرة البحث لوجود بروتوتايب او نموذج مبدئي، وكمان طبقنا عليه الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. وممكن صامويل ده شغل الماجستير بتاعه اللي هيناقشه الاسبوع اللي جاي. عايز اروح انتقل لصامويل بقى يكلمنا بشكل اكبر، واحنا بنتكلم عن فكره موجوده على اوراق بحثيه. يمكن في افكار كتير جدا موجوده على اوراق بحثيه، لكن لما بتيجي تنفذ حتى عشان تبقى بروتوتايب بتبقى صعبه، بنلاقيها ان هي مش غير قابله للتنفيذ. عايز اعرف منك يا صامويل، ازاي قدرت طبعا مع الطلاب، الدكتور احمد طبعا ذكر اسمائهم واحنا بنحييهم، ازاي قدرتوا تنقلوا او تحولوا او تترجموا الاوراق البحثيه دي لنموذج اولي ومبدئي؟ هو في البدايه بنحتاج ان احنا ندور في الاوراق البحثيه دي، ناخد اللي الناس عملته قبل كده، البروتوتايبس اللي قبل كده اتعملت بره، التكنولوجيز اللي هم بيستخدموها. طبعا بيساعد في ده زي ما دكتور دون ذكر التكنولوجيز زي 3D printing، الطباعه ثلاثيه الابعاد، انه بتسهل في تصنيع النماذج ديت، مع ان احنا نبقى شايفين الترند بتاع الابحاث دي ماشي ازاي، لحد ما نوصل ان احنا من مرحله انه مجرد فكره بس انه اقدر يبقى فيه يعني زي ديزاين او تصميم للروبوت، ونوع المواد اللي هتستخدم كمواد مرنه، تصنيعها ازاي اقدر اصنعها بطرق مختلفه شويه عن المواد الصلبه في العادي، وبعد كده ان ادخل بقى انها تبقى اكتر فيها نوع من انواع الذكاء، ان استخدم ارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفه عشان تنفذ التطبيق او المهمه اللي هي معموله عشانها. كان يعني بالنسبه لنا احنا كانت مهمه جدا موضوع الاشعه المرجانيه، انها تنزل تحت الميه وتبقى قادره انها ما تاثرش بشكل سلبي على البيئه اللي حواليها، ما تخوفش الكائنات الحيه الاسماك اللي موجوده، وتساعد في انها تحافظ على البيئه دي. طب هنستفيد ايه؟ يعني انا عملت حاجه تحاكي بالظبط السمكه بشكلها، وتقدر تنزل وتقدر، والسمك مش هيخاف منها وهتحاكي، انا هستفيد ايه من القصه دي؟ 1 2 3 4 او استفدت ايه؟ اكيد انت رصدت طبعا. هي
طبعا هتختلف من تطبيق لاخر. يعني هي مش يعني الروبوتس اللي عامه مش مستخدمه بس في حته الاندر ووتر او الروبوتات تحت الميه، مستخدمه في تطبيقات تانية مختلفه زي الزراعه، ان هو تجميع المحاصيل. ده بيختلف عن الروبوتات الصلبة. لو هنقول فايدتها عن الروبوتات الصلبة انه تقدر تتعامل اكتر مع لو وانا بجمع المحصول ما بوظ الثمرة. لو انا في حالة الروبوتس اللي تحت المية، احد المشاكل الكبيرة دلوقتي في الحتة دي انه تأثير تغير المناخ على الشعب، حاجة زي الشعب المرجانية بيموتها، وهي من اكبر الموارد، تعتبر يعني مصدر دخل. فايه بقى هتعمل ايه بقى السمكه؟ هو حاليا احنا نقدر عن ان احنا نخليها زي بنعمل مونيتورنج او بنتابع التغير بيحصل لاي درجه يعني مثلا حاجه زي التغير المناخي بيأثر سلبيا على حاجه زي الشعب المرجانيه، بحيث ان احنا نقدر بعد كده لو في طرق معينه نقدر بيها ان احنا نحافظ عليها، نرجع انها يبقى فيها استزراع تاني ليها، فتساعد في انها تحافظ على البيئه دي. ممكن يعني حاولنا نتلافى المشاكل اللي كانت بتسببها الروبوتس بشكل عام بهيئتها المعدنيه. مظبوط. طيب دكتور احمد، هرجع لحضرتك مره تانية، واحنا بنتكلم عن بحث مهم زي ده وزي ما حضرتك وسامول كمان شرحت لنا، اكيد في بيئه لازم تكون مهيئه ومؤهلا هي تقدر تحتضن افكار الطلاب وتقدر تساعدهم ان احنا نحول الاوراق البحثيه دي لعمل او لنموذج زي ما اتكلمنا. ايه اللي بتوفره جامعه النيل الاهليه او البيئه اللي بتوفرها جامعه النيل الاهليه ان احنا نقدر نخرج ابتكارات؟ واكيد ده مش الاول ومش الاخير. البيئه دي شكلها ايه؟ عامله زي ايه اللي بتوفره؟ هي في جامعه النيل هي بتدي الفرص او الاوبورتيونيتيز او الفرص للباحثين، ان هي الناس زي مجرد فكره كان عند الباحثين الصغيرين تبنتها وبدات ان هي تبقى في الاخر من مجرد فكره زي ما حضرتك قلتي الى منتج، ودلوقتي دخلنا في الفيز الثانيه ان احنا نكبره ونعمل ابلكيشنز مختلفه ليه. المراكز البحثيه اللي جوه جامعه النيل مهمه جدا، دي مراكز موجوده 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، كل الباحثين ممكن تشتغل فيها بشكل ما، في ريجوليشنز او في قواعد معينه. الباحث ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيشتغل في البحث بتاعه، ما عندوش اي تيتشنج لود، ما عندوش اي دراسه، ما عندوش اي حاجه تشغله في حياته غير انه يعمل البحث بتاعه. ودي طبعا نقطه مهمه جدا، فكره الايه، ان احنا يبقى عندنا تيم ورك او يبقى عندنا عمل جماعي وفي تواصل ما بين المشاريع وبعضها وفي تكامل ما بين المشاريع السابقه والمشاريع القادمه وهكذا يعني. وطبعا غير ده ان فكره ان احنا بنحاول نعمل التكامل ما بين العناصر الاربعه اللي جوه جامعه النيل، اللي هي الليرنينج او التعلم، الطلبه الاندر جرادويت، الطلبه بتوع طلبه الجامعه مرحله البكالوريوس، مع البحث العلمي من خلال المراكز البحثيه، مع رياده الاعمال من خلال المركز بتاع الابتكار وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع من خلال أكتيفيتيز كتيرة ووركشوبس وندوات موجودة. ودي طبعا مهمة جدا. أنا بس عايز أكمل حاجة على اللي سامول قالها. في دلوقتي الأبليكيشنز أو التطبيقات كتيرة قوي، زي الناس اللي بتعمل البايوديجريدابل روبوتس. البايوديجريدابل اللي هو تتحلل، اللي هي الروبوتات اللي بتتحلل. يعني إيه؟ يعني هي لو مثلا أنا عايز ودي موجودة في تراكس كتيرة في العالم، ابحاث كتيره، ازاي ان انت تعمل روبوت صغير يقدر يدخل جوه جسم الانسان يؤدي فانكشن معينه ويتحلل من غير ما يؤذيه. كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده، اعتقد تطبيقها اكتر يكون في مجال الصحه. يس. وكمان في اللي احنا الافلام اللي كنا بنسمعها زمان اللي هو المايكرو روبوتس، اللي هي ليها ابلكيشنز كتيره، دي الناس دلوقتي بتشغلها فيها. فكره ان احنا اللي هو الزراعه الذكيه، احنا دلوقتي فكره ان احنا الناس تقطف الثمره بايديها، ده خلاص الفتره دي هتنتهي. في عندنا احنا كنا عاملين ديفايس قبل كده اللي هو بيمجر الكواليتي بتاعه الثمرات، وبالتالي الديفايس ده لما يتحط على روبوت هيقدر ان هو يعدي على الثمر ويبدا يديتكت الكواليتي بتاعته، وهو اللي يقول دي من يعني دي كفايه كده نقطفها ولا لا، يقدر يكشف يعني عن جوده الثمره اذا كانت تقطف دلوقتي ولا لسه شويه عليها او فيها مشكله او بالظبط. ومن غير ما يحط اي بصمات على الثمره، يعني انا بمسكها
بحط بصمتي عليها وده ممنوع في التصدير لبعض الدول. انما لما يبقى عندنا سوفت روبوت بيبقى العمليه اوتوميتد بشكل افضل. ابلكيشنز كتيره، حاجات كتيره في البايوميديكال ابلكيشن، التطبيقات الحيويه للانسان والميكانيكال. حتى دلوقتي لما بنتكلم في التطبيقات المختلفه، يعني لما نيجي نتكلم على طائر، تخيل حضرتك ان انا لو في دلوقتي طائر بيتحرك هو سوفت روبوت ومحدش عارفه، ف يعني هنهوي كان يعني ممكن نديتكت ده ازاي، او نقدر نعمل تصور ده فيري سون او قريب جدا هتلاقي الحاجات دي بقت موجوده. لان العلماء بقوا بيشتغلوا في جميع الاتجاهات، الحاجات الكائنات اللي على الارض او الكائنات اللي تحت الميه او الكائنات الطائره. شفنا ده حتى الجيش الامريكي كان اعلن في ذبابه اللي هي بتبقى عامله زي الدرون كده بتخش تتجسس وتخرج، او زي الدبور يعني في حجم مثلا الصباع. طب على اي حال ده بينقلنا برضو لاستفادات العلم من هذا الروبوت المرن. يعني احنا خلاص هنحاكي كل الكائنات الحيه، بره بيعملوا ايه يا صامويل؟ لفت انتباهك ايه مثلا؟ انت اشتغلت على بروجكت واحد اللي هو الروبوتات تحت الميه، اكيد بره شفت حاجات تانية تبهرك وتتمنى تحصل في مصر. هو يمكن دلوقتي المنتشر اكتر واللي بيحاولوا ينفذوه ان هو نتخلص خالص من المواتير او الاجزاء الصلبه من من الروبوتس نفسها، عن طريق حاجه زي ان احنا زي كاننا نصنع زي عضلات او انسجه شبه الانسجه والعضلات بتاعه البني ادمين وبتاعه الكائنات الحيه دي، بحيث انها تبقى اقرب ما يكون فعلا للكائنات دي، لانها بطبيعتها هي بتتجاوب احسن مع البيئه اللي حواليها. هنستفيد بيها ازاي؟ ده يساعدها في انها لما زي ما كنت بقول برضه ان هو لما هاجي هحطها في البيئه دي تقدر انها في جسم الانسان. اعتقد ان هو بتبقى الفكره انه الجسم يتقبلها اكتر من المعادن، لانها المعادن بيبقى جسم غريب داخل جسم الانسان. بالظبط، لكن لما تكون معموله من حاجه شبه الانسجه الفعليه بتاعت البني ادم، الاورجنز بتاعت البني ادم، او لما تبقى حوالين كائنات حيه وانها شبهها جدا حتى في طريقه حركتها، انها تقدر تنفذ التطبيق المطلوب منها من غير ما يبقى فيه اي مشاكل مع البيئه اللي حواليها. يعني تطبيقات عديده الحقيقه، ان كان في مجال الصحه، في مجال البيئه، في مجالات مختلفه زي ما حضرتك قلت يا دكتور احمد. ارجع لك مره ثانيه، وحضرتك قلت انه بيئه العمل في جامعه النيل الاهليه حضرتك قلت بتبقى من خلال يعني تكامل اربع عناصر، لكن في نقطه عايز اسال حضرتك عليها وهي فكره المتابعه من قبل دكاتره او اخصائيين او خبراء في كل المجالات ايا كان نوع البحث اللي بيتم العمل عليه. يعني الخبراء دول او البروفيسورز او الدكاتره بيكونوا من جامعه النيل ولا بيتم الاستعانه بخبرات من بره؟ هي في الحقيقه دايما احنا بنستعين بالخبرات اللي موجوده بره مصر، ودي نقطه مهمه جدا، لان هو ما نقدرش التيم في بعض المعلومات احنا ما نقدرش مش بتبقى افيلبل عندنا او مش متاحه عندنا، وبالتالي احنا دايما بنستعين بخبرات الاساتذه اللي موجودين بره مصر واللي جوه مصر كمان. وده اللي خلى المعمل الجديد اللي احنا تم انشاؤه بالفند من اكاديميه البحث العلمي وجامعه النيل هو الوحيد اللي موجود على الويب سايت بتاع ام اي تي في افريقيا. المعمل اللي موجود في جامعه النيل دلوقتي هو موجود على الويب سايت بتاع ام اي تي ومكتوب كده الوحيد في افريقيا، وده طبعا بناء ان احنا كنا على اتصال دائما بالباحثين اللي موجودين بره. وعشان كده حتى لما كانت الباحثين بيعملوا انترفيو او مقابله مع الزملاء اللي هم دلوقتي في يو كي، هم كانوا بيقولوا لهم انا عارف الشغل بتاعك، لان هم نشروا 10 ابحاث خلال الفتره السابقه في حاجات منها في نيتشر. ويمكن صامويل ان شاء الله الاسبوع الجاي هو هيناقش الماستر بتاعه وهيسافر فرنسا كمان فتره، هيكمل برضو في التراك دوت. فدي النقطه، احنا ما نقدرش ان احنا نقفل على نفسنا، لان العلم محتاج التكامل ما بين اللي بيحصل أكيد. وفي حاجات مهمه جدا احنا ما نعرفهاش لان هي لم تنشر بعد، لان في بعض التراكس اللي هي بتبقى احنا بس بنقدر نشوف اللي بيتم نشره فيه ابحاث علميه، انما طبعا في حاجات تانية بتبقى كلاسيفايد يعني. صحيح. صامويل اكيد كان في تحديات قابلتك وانت بتعمل روبوت مارين لاول مره في حياتك، ايه هي ابرزها واستفدت منها ازاي وممكن يعني تبني عليها بعد كده زي لما تيجي تعمل بروجكت تاني زي ده؟ هو من اهم المشاكل في تصنيع الروبوتات المرن عامه هو الجزء بتاع التصنيع نفسه، انه
التعامل مع المواد نفسها أصعب بكتير من التعامل مع المواد الصلبة، فطرق التصنيع طريقة التحكم فيها برضو بتبقى مختلفة عن اللي احنا عارفينه اللي بندرسه على الأقل في هندسة في البداية، التعامل معها ازاي اتحكم في الروبوت نفسه مختلف شوية عن المتعارف عليه في الروبوتات. طب يعني الطباعة ثلاثية الأبعاد دي بتخرج لك نموذج بجد؟ أنا برضو أوكي. يعني معلش أنا البرينتر بالنسبة لي بيطلع ورقة. لا هو هي دي هي البرينتر أنا فاهم إن ثلاثية الأبعاد هو بيطلع نموذج. أنا فاهم، بس يعني الماتيريال بيبقى عامل إزاي؟ هي بتبقى مواد شبه ممكن يعني اقرب حاجه ليها هي المواد السيليكون الرابر اللي هو ممكن متواجد بشكل كبير في 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 الحاجات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. هي مواد بتبقى فيها مرونه كافيه انها تتحرك، لما هضغط عليها بفورس بسيطه هتتغير شكلها هتتحرك. فطباعتها بتبقى عن طريق 3D printers انها طبعا نتيجه التسخين، والماتيريال بتنزل تطبع بالشكل اللي احنا عايزينه، فبتاخد الشكل البروتوتايب اللي احنا او شكل الروبوت اللي احنا بنفكر فيه، ونتيجه المرونه بتاعتها دي نقدر نبتدي نحركها بطرق مختلفه. هي مستخدمه كمان يعني في كل انحاء العالم دلوقتي، الدكاتره اعتقد بره ابتدوا يعملوا صمامات قلب وابتدوا يعملوا حاجات كتير قوي بال 3D printing. طيب سامول، انا عارفه ان انت اشتغلت كمان على يمكن تقنيات محدده في المشروع ده زي النمذجه وادراك والتحكم والادراك للروبوت. يعني انا عايزه بس افهم يعني ايه التحكم والادراك للروبوت، لانه كان في وقت من الاوقات الناس تخيلت انه الروبوت زي البني ادم. هو احنا بنحاول نوصل ان احنا بطرق ذكاء اصطناعي مختلفه او تكنيكس مختلفه ان احنا يبقى الروبوت قادر ان هو من غير اي تدخل خارجي بعد كده من احنا كبني ادمين ان هو ينفذ مهمه معينه مطلوبه منه. يعني في البروجكت اللي احنا عملناه كان الهدف ان احنا السمكه بعد لما عملناها بالشكل بتاعها وانها تقدر تنزل في المياه، انها لو انا زي ما كنت قلنا عايز اخليها تجمع معلومات معينة عن البيئة اللي حواليها أو تروح لمكان معين، فكان الهدف إنها أوصلها المكان ده. يعني طبعا ما فيش حد بيتحكم فيها بريموت أو كده، فالفكرة إنها تروح للمكان اللي إحنا عايزينه. توجيه يعني. توجيه بس أنا ما بتحكمش فيها، فكان بطرق ذكاء اصطناعي مختلفة أقدر إن أنا أعلمها إنها تعمل الموضوع دوت من غير ما أحتاج بعد كده إن أنا أرجع أوجهها تاني. صحيح. طب سريعا جدا بعد ما تخلص المهمة بتاعتها إيه اللي بيحصل؟ تتحلل بقى ولا ايه اللي بيحصل؟ لا هو ده بايودجريدبل، احنا ما اشتغلناش فيه في البروجكت، بس طبيعي انها عادي هترجع للمكان الاساسي بتاعها، سواء مثلا انه في ستيشن معينه هترجع لها وهكذا. صح. على اي حال يعني انا ما اعتقدش ان في حاجه افضل من انك تفتح التلفزيون الصبح وتتفرج على فقره بيبقى فيها امل بالشكل ده، ان في عندنا كوادر مصريه بتقدر تعمل روبوتس وروبوتس مرنه وتحت الميه، وان عندنا جامعات بتدرس ده. انا عارف ان احنا يعني بعاد عن الغرب في التكنولوجيا، لكن كل خطوه بنقرب فيها ده بيدينا امل وبيدينا كده ايه حلم ان بكره هيبقى افضل بكتير. بنشكر الدكتور احمد رضوان نائب رئيس جامعه النيل الاهليه استاذ الهندسه بجامعه القاهره، نورتنا يا فندم. شكرا. وشكرا جدا جدا لمجهودك مع الطلبه. شكرا ايضا الباحث صامويل يوسف الباحث المساعد بمعمل الروبوتات اللينة في جامعة النيل. شكرا لك يا صامويل، بالتوفيق في منحتك القادمة في فرنسا، ونتمنى نشوفك عالم كبير كده زي أحمد زويل وزي كل الأسماء المصرية لما فاز المجال. ونتمنى طبعا لكل الروبوتات اللينة إن هي تساعدنا في إيجاد يعني حلول وقضايا أكتر للبيئة. شكرا. أشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بتبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. طبعا عارفين المقولة اللي بتقول ان المسرح ابو الفنون، والحقيقة انه مصر ليها ريادة فيه على المستوى العربي والاقليمي، وكان من المهم ان احنا نركز مع مسرح الطفل، ازاي نعلم اطفالنا ونعرفهم القيم والسلوكيات، كمان نزود انتمائهم للوطن بطريقة غير مباشرة باستخدام الفن، لان دي بتبقى اقرب طريقه ليهم. وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم من شويه عن المسرح المدرسي ومسرحه المناهج، هنتكلم عن عرض مهم هيعرض قريبا وهو حلم حلاوه
اللي بيتناول تراث عرائس المولد، هتكلمنا عنه فنانة العرائس المائية مي مهاب مخرجة مسرحية. صباح الخير عليك يا مي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا بحضرتك. طيب كلمينا بقى في البداية كده عن حلم حلاوة، هتقدموه ازاي للأطفال؟ ايه الجديد دلوقتي؟ أطفال دلوقتي ما بقوش زي أطفال زمان. أكيد الحلم حلاوة فكرته جات لي من 2015، كنت بقى في مهرجان في ماليزيا وخدت جايزة أحسن تصميم عروسة، وكانت العروسة دي عروسة مولد وأنا حولتها لبوبت، عروسة بتتحرك. فشفت انبهار الناس بيها وهم مش من الثقافة بتاعتنا ولا عندهم الخلفيات بتاعتنا، فرجعت قلت أنا محتاجة أعمل عرض، خاصة المنطقة دي مش ما حدش تناولها قبل كده في المسرح للطفل يعني. فلقيت ان كفايه ديزني، كفايه الحاجات الغربيه، تعالوا نرجع للتراث بتاعنا شويه. والموضوع خد معايا وقت وتحمست ورجع هدي لحد ما قابلت استاذ ياسر ابو العينين المؤلف، وقلت له الفكره اللي عندي. والحقيقه كان عندي اسم العرض لان البطله اسمها حلاوه اللي هي عروسه المولد يعني. فابتدينا نشتغل على المشروع، وكل ما يكتب مشهد نراجعه مع بعض، وهو طبعا له الفضل الكبير ان هو يطور الفكره. انا ما بعرفش اكتب يعني، بس بفكر. من خلال العرض هنتطرق لجانب تراثي اللي هو عروسه المولد والفارس، من خلال حدوته تراثيه فيها تنقل بين الازمنه وبشكل فانتزي يعني. شكل خيالي يعني. اه بالظبط. يعني فكرة العرائس المائية دي انت قلتي ان هي جات لك من فيتنام، وانك عايزة تطبقيها في مصر، وان ده بروجكت يعني بيتم، احكي لنا عن القصة دي. ان برضو المشاهد لما هيسمع العرائس المائية مش هيفهم. طيب هو العرائس المائية بالفعل اتطبقت في مصر من 2016، العرض كان اسمه إيزيس وأوزوريس، والحمد لله لقى نجاح كبير. عرضنا في القاهرة وعرضنا في الجونة، والجدير بالذكر بقى ان احنا عرضنا في فيتنام كمان. الله. وده كان شيء يعني مميز جدا، لان هما الدولة الوحيدة اللي بتقدم فن العرايس المائية في العالم. بس حابة اشير ان الحلم حلاوة ملوش علاقة بالعرايس المائية، هو مسرح مختلف. هيبقى بشري، عرض بشري، يعني معايا ابطال، معايا حسن عبد الله ومارتين عادل وعلي كماله، مجموعه من الفنانين من داخل مسرح الطفل وخارجه يعني. والعرض طبعا لن يخلو من بعض العرايس، بس اكيد مش المائيه، لان هنكون اون ستيج في مسرح الطفل. طبعا مدير المسرح استاذ عادل الكومي، وكل ده بقياده الفنان الجميل اللي عنده رؤيه مختلفه استاذ خالد جلال. أنا بس عشان الناس ما تتوقعش إن الحلم حلاوة عرايس مائية، فحبيت يعني أأكد على المعلومة. أأكد على المعلومة بالظبط. العرايس المائية هو عرض بيتم جوه المية، مواضيعه بتكون مستوحاة من القصص اللي تناسب سطح المية. يعني إيزيس وأوزوريس الحدوتة كلها بتدور على ضفاف النيل. أنا بجهز لحاجة تانية إن شاء الله ربنا يسهل، يعني مش هعلن عنها دلوقتي غير لما المشروع يكمل، بس إن شاء الله يعني هيبقى في حاجة تانية قريب بإذن الله. لا إن شاء الله، يعني أعتقد إنه هيبقى في ناس كتير، مش بس أطفال، حابين يشوفوا عرض زي ده، لأنه زي ما أنت قلتي مش موجود كتير، هي دولة واحدة اللي بتقدمه. بالظبط، في بعض التجارب في دول تانية، ولكن هي يعني أقل بكتير، لن يعني ما ترقاش لعرض إيزيس وأوزوريس. عرض إيزيس وأوزوريس هو يعتبر العرض الوحيد في العالم اللي غير فيتنامي اللي بيقدم مسرح عرائس مائية تقليدي. في مسرح في فرنسا اسمه إيلوجن، بيعملوا بعض التجارب اللي ليها علاقة بعرائس المائية ولكن بسكيل صغير جدا. وفي تجربة حصلت في أمريكا في 2001، كانت هي تجربة واحدة، والناس الفنانين بيحركوا العرائس من خارج المية وبتقنية مختلفة. ففي بعض الإرهاصات كده حول العالم، ولكن يبقى إيزيس وأوزوريس هو الوحيد اللي يحمل الطابع الفيتنامي. هتعرفي تسجلي ده كتراث مصري؟ يعني حلاوة دي ممكن تبقى شخصية، يعني احنا عارفين بينوكيو شخصية إيطالية وتسجلك كتراث إيطالي، العروسة المعروفة. هل احنا عندنا عروسة مصرية نقدر نعمل نسجلها باسمنا ضمن والله الأراجوز اتسجل من فترة قصيرة جدا في اليونسكو، ويمكن كان صدفة ان انا كنت السنة قبل اللي فاتت في 2021 كنت بعمل ورشة في يوم التراث العالمي تبع الأكاديمية المصرية في روما. كانت الورشة عرائس مولد وأراجوز، وكانت لقت
قبول غير طبيعي عند الأطفال الإيطاليين. فإحنا بالفعل عملنا ده. أنا أعتقد تسجيل الموضوع يعني حاجة في تبع اليونسكو الموضوع بيبقى صعب قوي، خاصة لازم ندور على الجذور. عروسة المولد بترجع للعصر الفاطمي في مصر، لكن وارد جدا حد يطلع يقول بس هنا، لأن الدولة الفاطمية كانت متواجدة في بعض أصولها أو جذورها لسه، يعني لازم بيبقى فيها بحث أكتر بشكل أكبر. بالضبط بالضبط، لأن أوريدي الفاطميين هم أصلا مش لوكيتد في مصر، هم جايين من الخارج، فهل يا ترى حطوا ده في دولة تانية ولا لا؟ هيقولوا دي بتاعتنا ولا بتاعتنا. أعتقد إحنا التراث بتاعنا غني كمان، يعني زي ما جداً. حضرتك قلتي الأراجوز تم تسجيله، إحنا أعتقد التراث يعني بخلاف كمان عروسة المولد، أعتقد التراث بتاعنا غني جدا. طيب انت عندك بقى الحقيقه تحدي كبير جدا، مسرح الطفل. الاطفال دلوقتي زي ما كنا بنتكلم مختلفين عن زمان، بقى عندهم مواقع تواصل اجتماعي، بقى عندهم كارتونز، بقت مش بس كارتونز يعني 3D، وبقت حاجات ملموسه وحاجات متقدمه جدا جدا جدا. عشان نعرف نرجعهم مره تانية للمسرح، يقدروا يقعدوا يتفرجوا على عرض مسرحي مدته طويلة، الفيديوز بتبقى مثلا على اي موقع بتبقى 4-5 دقائق ويغيروا زي تيك توك وغيره وغيره. طبعا ازاي اقدر اشد الطفل من كل العالم ده للعالم اللي احنا عايزينه يرتبط بيه، عالم المسرح؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو مش هنقدر نفصله كلي وجزئي عن عالم التكنولوجيا والحاجات الالكترونيه، ده موجود، ولكن يبقى للمسرح سحره، هو في الآخر عالم سحري. أنا عندي ولادي فباخدهم المسرح أوقات على حسب جودة المسرحية، وإيقاع العرض بيكون مهم جدا. يعني من وجهة نظري مسرحية للطفل ما ينفعش تزيد عن ساعة بأي شكل من الأشكال، وطبعا لازم يكون إيقاع العرض سريع جدا جدا جدا، والإبهار البصري، كل ده هيخليهم، والحدوتة طبعا، لو الحدوتة يعني بتخاطب عقلهم ما بتستخفش بيهم، ما بتدلهمش كلام مباشر، هم هيبقوا يعني حابين يقعدوا ويتفرجوا ويشوفوا. طب ايه اللي ناقصنا في مصر ان احنا ده ينتد في كل محافظات الوطن ويبقى ليه شعبية حقيقية؟ وانا خايف على اولادي وعلى الاولاد اللي جايين، لان احنا يعني انا طلعت في بيئة بتفرج على سينما الأطفال وبتفرج على تلفزيون الدولة، فما كانش عندي خطر اليوتيوب من مناهج مختلفة أو يعني كونسبت دخيل على ثقافتنا. أنا ما أعرفش، أنت أكيد متابعة، أنا بتكلم كلنا بنعاني من الموضوع ده. هو حتة السيطرة على اليوتيوب والحاجات دي، في برامج بتكون بتقدر تتحكم في تليفونات ولادك. لكن بغض النظر، إيه اللي ناقصنا إحنا بقى كمسرح؟ أنت يعني عايز أقول لك، يعني عايز سؤالي بشكل أدق، إيه التحديات اللي بتواجهكم علشان يعني تنافسوا حاجه زي كده؟ والله خلينا نتكلم ان احنا داخلين على عصر جديد، يعني في حدث سعيد ومهم ان حاليا الاستاذ خالد جلال المخرج الكبير هو القائم باعمال رئيس البيت الفني للمسرح، فعمل معانا اجتماعات، وكان في مؤتمر من يومين بيتكلم فيه على استراتيجيه المسرح على مدار السنه كلها. انا شايفه ان هو فاتح ابواب كتيره جدا جدا، والمشاكل اللي كانت بتواجهنا قبل كده أتصور أنها مش هتكون موجودة الفترة الجاية في ظل الاستراتيجية اللي الأستاذ خالد حاططها. هو بينقي العروض بعناية شديدة طبعا من خلال لجان تم اختيارها برضو بعناية شديدة، مدي مساحة للإنتاج بشكل محترم، تيسير عقبات كتير، فأتصور أن مش هيبقى فيه حاجة، لأن احنا عندنا مبدعين كتير حقيقي يعني، وفي عندنا كمان مسرح المواجهه والتجوال، ده بيسافر المحافظات، القائم عليه الفنان محمد الشرقاوي. فعروض الطفل وعروض العرايس بتلف بالفعل مع ده، فحضرتك بقى تخيل كمان هنعلى بالكواليتي او جوده الاعمال الفنيه، وهنروح لاهالينا في النجوع والمحافظات البعيده. اكيد مهم قوي، لان هم كمان خيالهم خصب اكتر يمكن من الموجودين في العاصمه والمدن الكبيره. طيب كلميني برضو، انت عندك رحله تانية وهي صناعه العرايس، مش بس صناعه العرايس، كمان تدريب الاطفال على ان هم يصنعوا عرايس بايديهم. انا اديت ورش كتير قوي في المهرجانات وجوه مصر، عملنا كل انواع العرايس تقريبا، ماريونات والقفاز والعصي ماريونات اللي هي بالخيوط. يعني بقى لي سنين كتير قوي في موضوع التدريب ده مع الاطفال ومع الكبار. بيحبوا الاطفال بيحبوا صناعه العرايس جدا، والكبار يعني. انا مثلا ببقى في مهرجان فالورشه متوجهه للاطفال، بلاقي نص المتدربين كبار،
ومؤخرا يعني بقالي حوالي يعني 4 أو 5 سنين بعمل الورش عرايس مائيه، فالمتدربين بتوعي اوريدي كبار. عملت ورشه في كينيا تحريك، وعملت في المغرب تحريك، وعملت في تونس مرتين تصنيع ومره تحريك. الحمد لله الموضوع يعني لقي ترحاب كبير من كل الاعمار حقيقي. هايل. تفتكر ان في ظل ال 3 دي والجرافيك والابهار البصري وديزني والحاجات دي، مسرح العرائس ممكن يصمد قدام هذا؟ هو بالفعل صامد لسبب. انا لما بنزل، يعني انا شغاله في مسرح العرائس، انا لما بنزل واشوف مثلا الصالة في وقت الليلة الكبيرة، وليكن أنا عارفة إن دي حاجة يمكن تحسب علينا ولينا في نفس الوقت، بالعكس ده إنجاز كبير، بس إن شاء الله هيكون في عروض على قدر الطفل المصري، وهتكون بالجودة اللي تستمر إن شاء الله زي ما الليلة الكبيرة استمرت. أنا بشوف الناس كلها قاعدة مبسوطة، وكله بيبص، وكله عمال يسقف، فلا في تواصل طبعا. العروسة ليها سحر مختلف، صحيح، مما لا شك فيه، يعني لأن العروسة هي أقرب بكتير قوي للطفل، هي شبهه، يعني هي منه، بتكلمه وبتتكلم عنه، بتتكلم باسمه مع اختيار المواضيع، زي ما مع يعني شوية عوامل كده أكيد هتبقى أقرب له. طيب ما ينتي، يعني ما شاء الله تم اختيارك من ضمن أهم فنانين في المجال ده، ودايما كده ليكي تجارب مختلفة، إيه موضوع مسرح الطاولة؟ أنا بعمل مسرحية عرائس طاولة، يمكن سافرت مهرجانات كتير، فمسرح الطاولة يمكن مشهور جدا في أوروبا وفي آسيا وفي معظم الدول، مش مشهور في مصر. فأنا عملت حاجة صغنونة كده لسه هتطلع، يعني اسمها بلاكي، ومفروض إن هي ضد التنمر. اللي كاتب العرض طفلة صغيرة. دي حلوة قوي، دي فكرة حلوة قوي. وانا اللي عامله التصميمات بتاعه العرايس والديكور، واطفال صغيرين هم اللي مسجلين الصوت، ومعانا الفنان كريم الحسيني مسجل شخصيه برضو في العرض، وبس. اتمنى ان شاء الله يحوز اعجاب الجميع ان شاء الله. ايه اللي بتحتاجه الاجيال اللي ارتبطت بالتكنولوجيا علشان ترجع تاني للقصة دي؟ معلش انا بلف وادور على نفس السؤال، واضح انه شاغل حضرتك فعلا. انا خايف على اطفالنا والله. بس معاك كل الحق حقيقي، يعني حضرتك معاك حق. الجودة، قدم لهم عمل كويس هيجوا. النص اهم حاجة؟ مش اهم حاجة لوحده، مهم جدا، ولكن نص قوي بتنفيذ ضعيف فكأنه مش موجود. صح، لان الصورة عنصر يعني النص والتنفيذ طبعا. الصوره مهمه جدا للاطفال، لان مش كل الاطفال بتسمع، مش كل الاطفال العربي عندها قوي، يعني احنا عندنا حاليا في عصر المدارس الانترناشنال كتير من الاطفال ما بيبقوا ايه يعني ايه، صحيح، فين. فلما بيشوفوا صوره جيده والاحداث بتبان من خلال الصوره، وطبعا بتوصل، فهي عناصر مترابطه، فاتصور ان هي مش عنصر واحد، هي عده عناصر مشتركه. ماي نورتينا، ويعني ما شاء الله سجل حافل، لكن يبقى برضو قدامك تحدي كبير، بس انا اعتقد ان انت قده، لانه يمكن رؤيتك مختلفه ومتطوره وجديده، ومدركه العوامل اللي لازم تكون موجوده دلوقتي عشان نقدر نجذب اكبر عدد من الاطفال، حتى لو الكبار، لانه الكبار هيجوا معهم اطفالهم، يقدروا يقنعوهم بشكل اكبر. بشكرك شكرا جزيلا طبعا. شكرا. المخرجه والفنانه فنانه العرائس المائيه ماي مهاب، نورتينا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك. شكرا. يعني النهارده لو هنختم الحلقه عن نقدر نقول ان مصر ولاده يا جمان. طبعا، يعني سواء مي او سواء الشاب صامويل اللي كان عامل الـ الـ الروبوت المتحرك المرن، عندنا نماذج مصريه في كل المجالات نقدر نراهن عليها لبكره، نقدر نقول ان احنا عندنا اجيال جديده فعلا بتحمل امل لبكره. ادعموهم، شوفوهم، اتفرجوا عليهم، قول ان الناس دي يا جماعه بتحمل اسم مصر، في النهايه كل ده هيصب في مصلحتنا كلنا. كده خلصت حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، يوم جديد سعيد ان شاء الله، وصباح الخير يا مصر.